قد يتبطن ببعض الأمور السلبية. شكرا، بارك الله فيك. دعني أؤكد على نقطة أخرى غاية في الأهمية في مثل هكذا تظاهرات كبرى، سواء تظاهرة رياضية أو تظاهرة ثقافية. هنا يتطلب التنسيق والتعامل والتآزر مع كل المختصين في هذا المجال، لأن قضية حفظ النظام وقضية الاحتفال هي ليست من اختصاص مصالح الأمن الوطني، وإنما التنسيق مع كل المعنيين، كل في مجال اختصاصه وفي حدود صلاحياته، حتى نرسم فسيفساء رياضية ثقافية حضارية للمجتمع العالمي من هذا الإطار. وربما سجلنا الكثير مثل هذه الانتصارات وهذه الاستحقاقات. إذن القضية قضية تنظيم، قضية تأطير، قضية تخطيط مسبق، حتى نرقى إلى مواجهة كل هذه ربما بعض الانزلاقات التي تسجل هنا وهناك، خاصة في مستوى على مستوى طرقاتنا، لأن لاحظنا للأسف بعض السلوكات السلبية في نقل المناصرين، خاصة الأطفال، خاصة الشيوخ، مما قد يؤثر على حياتهم. في هذا المنطلق نؤكد بأن نقطة مهمة ومهمة جدا، أولى أولوياتنا هو الحفاظ على الأشخاص والممتلكات في مثل هكذا انتصارات، ولكن تبقى التهدئة والتنظيم والتأطير هو الهدف الأسمى لمثل هذه التظاهرات، وتبقى المديرية العامة للأمن الوطني بطبيعة الحال في الواجهة، ولكن التنسيق له دور فعال إن شاء الله، حتى نرقى إلى تقديم إن صح التعبير خدمة رياضية أمنية مبنية على الذكاء الرياضي، ترقى إلى مستوى تطلعات مواطنينا بحول الله. إذن هو هدف أسمى، هو بناء ثقافة مرورية لدى المواطن. شكرا، بارك الله فيك. أولا، عندما نتكلم عن الثقافة المرورية أو الثقافة المجتمعية، فيها الكثير من القول في هذا الإطار. عندما قبل أن موجودة ما بين الثقافة المرورية والثقافة المجتمعية، أي نعم، المزاوجة والتوأمة في هذا الإطار. وقبل أن نتكلم عن الثقافة، نتكلم عن التربية، نتكلم عن التكوين، نتكلم عن أخلاق سلوكات مستعملي الطريق، انطلاقا من الأسرة، انطلاقا من المجتمع، انطلاقا من التنظيم والتأطير. كل هذا مبني على مرافع الحوكمة المرورية. نعم. من منطلق اليقظة، كيف تكون عملية الحماية التأطير والتكوين، لأنه التكوين مهم ومهم جدا. لأننا عندما نتكلم عن أي تنمية أو عن أي ارتقاء إلى مرافع هذه التربية، لابد أن نرقى إلى نتكلم عن التكوين العنصر البشري، لأنه ضرب من العبث أن نتكلم عن أي تنمية كانت ما لم تكن هناك تنمية بشرية. ما فائدة خضرة المراعي والشاه مريضة؟ إذن من هذا المنطلق، عندما تكون هناك تنمية وأخلاق سلوكات، ثم الشق الثاني تأتي تباعا، تأتي قضية التنسيق والتأطير والرأس المال المعرفي المبني على الرأس مال العلائقي، بمعنى الشراكة والتنسيق. نعم. مع كل الفاعلين. ثم أن نتكلم عن الهياكل، سواء هياكل اجتماعية، هياكل رياضية، ما دمنا نحكي على الانتصارات الرياضية، أيضا الهياكل الرياضية يجب أن تكون في المستوى حتى تستقطب ذلك الغضب وتقلل ذلك العنف وذلك الاندفاع وتقلل منه. إذن عندما نرقى إلى هذه المرافع، هنا نكون قد ارتقينا إلى مرافع الثقافة، سواء في بعدها التربوي أو الرياضي أو الإنساني أو حتى الاجتماعي. نعم سيد رمح سواوي عميد شرطة، دعني أسألك الآن، وأنت تتحدث عن التكوين والتنشئة، هل المديرية العامة للأمن الوطني في مختلف أنماط التكوين فيه فصول خاصة للتكوين على تسيير مثل هذه الملفات للاحتفالات والظواهر الاجتماعية الكبرى والحشود الكبرى؟ أي نعم، المديرية العامة للأمن الوطني معروفة عالميا بتسييرها للحشود، حكمتها وتجربتها في تسيير الحشود من خلال الإجراءات التنظيمية والإجراءات التي مرت، وكل الاحتفالات والانتصارات والتوجهات والاستحقاقات التي سجلتها الجزائر، جعلت مصالح الأمن الوطني لها من الخبرة ومن التجربة ما تحسد عليها في مثل هذه تسيير مثل هذه الظواهر. لأنه الظواهر الرياضية ممكن قد تكون ظواهر كبرى، عفوا، قد تكون اجتماعية، قد تكون ثقافية، قد تكون ذات بعد اقتصادي أيضا، خاصة ونحن مقبلين أيضا، الجزائر مقبلة على ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وهو بعد عالمي في هذا الإطار. ولكن دعني أؤكد مرة أخرى بأن هذه النجاحات
تمثل المديرية العامة للأمن الوطني لوحدها، بل تتطلب أن تكون هناك تضافر الجهود، يكون هناك تنسيق، لأنه نحن هنا في وقت الرقمنة ووقت الحوكمة ووقت التنسيق والتصور. لا نتكلم عن الشراكة، وإنما التنسيق البناء الفعال المدروس هو الذي يجعل كل هذه الاستحقاقات تحقق الصورة الإيجابية المطلوبة. عندما يكون هناك تفاعل، تنظيم، استحقاق وتشاور، يكون هناك النجاحات. لأنه النجاح عندما نتكلم عن النجاحات، النجاح هو التفوق، سواء على المستوى الرياضي أو المستوى الاقتصادي أو عن أي مستوى آخر. الأهم في مثل هذه الأمور أن يكون هناك تخطيط مسبق، وتكون هناك تنظيم والتشاور والتفاعل مع كل المختصين في هذا المجال. نعم سيد رابح حسين، ربما الفريق الوطني على ديناميكية الانتصار والفوز، هل أنتم مستعدون للعمل لتأمين مختلف التظاهرات التي ستكون بحول الله إن واصل هذا المنتخب هذا البريق الراقي والملفت للانتباه؟ لا، إن شاء الله ستتواصل هذه الإنجازات، لأنه بوغرة قام بما عليه. المنتظر الآن من الأخ بالماضي، لأنه كان استحقاقات مقبلة في الأفق. إذن أبناء بالماضي أيضا هم بذور الماضي، نعم، طاقة الحاضر وذخيرة المستقبل، لأنه هناك استحقاقات في الأفق، ويبقى الفريق الوطني مفخرة وملحمة وفخر للجزائر، لي إن شاء الله يبقى لبنة ترص الصفوف وترفع بالهمم وترقى بالقيم لمزيد من الانتصارات والاستحقاقات، إن على المستوى العربي أو الإفريقي في القريب العاجل، ولما لا الاستحقاقات العالمية إن شاء الله. نعم سيد عميد الشرطة زواوي رابح، رئيس مكتب الاتصال بمديرية الأمن العمومي، كنت ضيف فقرة مسافة أمام ببرنامج هذا الصباح. شكرا جزيلا لك على تلبية دعوة البرنامج. في أمان الله. مشاهدينا الكرام، متواصلون معكم في مختلف فقرات البرنامج، ونلتقي بعد الفاصل.
إذن متواصلون معكم مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل سنتطرق لملف الصحة في ركن الصحة. في ركن الصحة لنهار اليوم سنتطرق للوضعية الوبائية، وأسعد باستضافة الدكتورة وسيلة بن صيب طبيبة مختصة في الصحة العمومية بمصلحة الاستعجالات بمستشفى باب الوادي. أهلا بك سيدتي. تحية صباحية طيبة لك ولجميع المشاهدين الكرام. ربما حينما نتحدث عن الصحة لا يمكن أن لا نتحدث عن ملف كورونا. ما هي آخر مؤشرات الوضعية الوبائية في الجزائر دكتورة؟ نعم طبعا، منذ تقريبا سنتين منذ ظهور أول حالة كورونا في يوهانا الصينية ديسمبر 2019، ولحد الآن ما زالت الموضوع كوفيد يفرض نفسه على جميع المنصات، سواء في القنوات التلفزيونية أو في وسائل التواصل الاجتماعي. إذا ما زال يفرض نفسه بقوة. لماذا؟ لأنه موضوع ما زال يلازمنا، وكأن هذا الفيروس، هذا الزائر الغريب عن كوكبنا، لا يريد أن يغادرنا، مع أنه زائر غير مرغوب فيه. كل الوسائل على مستوى العالم، كل الأنظمة مجندة لمحاربة هذا الفيروس، ولكن للأسف الشديد ما زال ينتشر وبسرعة من خلال ظهور متحورات جديدة. كل مرة يعني تظهر موجة جديدة ويظهر متحور جديد، فينتشر القلق لدى المجتمع الدولي العلمي. ولحد الآن كل الدول وكل الأنظمة الاقتصادية وكل أنظمة صحية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية تعمل بجد واجتهاد لإيجاد السبل الوقائية، للسبل التي تقي. إذن كل هذه الدول، لأن هذا الموضوع يخص كل العالم بدون استثناء، الدول المتقدمة الدول الضعيفة، مما فرض التكافل الدولي لمعالجة هذا الأمر الصحي الذي يفرض نفسه، قلنا بقوة إلى حد الساعة. نعم دكتورة بن صيب، ربما الجزائر ليست بمنأى عما يحدث عالميا. حملات كبرى لدعوة لتفادي هذا التلقيح عبر مختلف وسائل الإعلام، عبر مختلف مسؤولي الدولة. ربما يتفق الجميع حتى وطنيا وعالميا على أن الآن وصلنا إلى مرحلة أن التلقيح هو أهم وسيلة للوقاية من هذا الوباء. طبعا التلقيح منذ بداياته، يعني نرجع للتاريخ، تاريخ التلقيح سبب، اذا كان السبب في وقايه العالم من اوبئه خطيره. ولحد الان كل يعني الدول تلتزم بنظام التلقيح فيما يخص الأطفال، فيما يخص الأمراض المعدية، ولديها برنامج كالندري فاكسينال، يعني كل دولة عندها سون كالندري فاكسينال فيما يخص الأطفال. جاءت كورونا ودعت كل الدول إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية. لحد الآن لا يوجد دواء علاجي فعال فيما يخص هذا الفيروس الجديد، لكن الحل الوحيد الذي تراه كل الدول وتتفق عليه كل الأنظمة الصحية العالمية هو التلقيح. التلقيح كل الدول شرعت في تلقيح شعوبها، والجزائر كانت من أولى الدول السباقة لاقتناء التلقيح، و إذن نشر الحملات التوعوية والتحسيسية، وكانت أول جرعة أعتقد كانت في جانفي 2020 وصلت الجزائر، وكان الوزير الأول في استقبال تلك الجرعة، كانت لقاح سبوتنيك، إذن اقتنوا 50,000 جرعة. بعد يومين أو ثلاثة لاحظنا اقتناء جرعات أخرى، وتواصلت اقتناء تلك الجرعات، ووصلنا حتى إنتاج لقاح صيني هنا في الجزائر. نعم، مؤخرا في قسنطينة مصنع لإنتاج اللقاح. إذن الدولة تركز على هذا ملف، على هذا الموضوع بالذات، إذن كمحور مهم في الوقاية من الكوفيد. ولكن نرى أن المواطن الجزائري للأسف الشديد يعزف بدون يعني مبررات علمية. نرى المنصات تدعو إلى التلقيح، حملات وطنية تدعو إلى التلقيح، الدولة وضعت كل غلاف مالي ضخم 25 مليار دينار لاقتناء اللقاحات، وهو مبلغ ضخم. نشرت نقاط للتلقيح في كل الأماكن، في الأماكن العمومية، في المستشفيات، في المصحات العمومية. ولكن لاحظنا يعني في بداية الأمر أنه كان عزوف، وفيما بعد خلال شهري جويلية وأوت المنصرمين كانت هناك الموجة الثالثة، شهدت الجزائر على غرار باقي دول العالم الموجة الثالثة. وأطلقت الجزائر في 4 سبتمبر الماضي 2021 الحملة الوطنية للتلقيح. فلاحظنا أنه بين تاريخ 4 سبتمبر و 17 سبتمبر بالذات كانت نسبة تلقيح المواطنين مرتفعة.
في خلال 11 يوم تمكنت الدولة من تلقيح 1.6 مليون مواطن، وهو رقم ضخم مقارنة بالرقم الذي وصلنا إليه الآن، وهو الرقم الإجمالي ليتلقاو يعني الجرعتين، الجرعة الأولى والجرعة الثانية، ليبلغ 5.5 مليون مواطن. في هذا الصدد بالذات دكتورة وسيلة، ما هو الرقم الذي يجب الوصول إليه في تلقيح المواطنين حتى نتمكن من الحديث إلى الوصول إلى المفهوم المناعة الجماعية؟ نعم، احنا كالمواطن في الدولة في الجزائر عندنا 44 مليون مواطن، يعني احنا ننظر للرقم الإجمالي للسكان. فوضعت هدف هو تلقيح 20 مليون، وكان من المفروض ان نصل الى هذا الرقم اواخر اكتوبر المنصرم. الجزائر وصلنا في شهر سبتمبر، قلت لك ارتفعت وتيرة يعني التلقيح بصفة سريعة، وتوقعنا انه الرقم حيرتفع بسرعة، ولكن رد فعل للموجة الثالثة. نعم، كرد فعل كانت هناك استجابة من المواطنين، وأطلقت الجزائر في حملة التلقيح، الحملة الوطنية للتلقيح في شهر سبتمبر، شعار التلقيح للجميع لحياة أفضل. ولاحظنا استجابة كبيرة، لكن فيما بعد انخفضت هذه الوتيرة وانخفض هذا الإقبال، رغم الحملات التحسيسية، رغم التوعية، رغم أنه كل العالم لاحظنا أنه كل العالم وصل إلى نسبة كبيرة من التلقيح. دكتورة بنصير، نعم. أود هنا فقط أن أفتح معك زاوية تتعلق بممارساتك اليومية كطبيبة تحتكين مباشرة بالمرضى. ما الذي يجعل الجزائري لا يلقح نفسه مع العلم بأنه واعي بخطورة هذا الفيروس؟ نعم، ربما يعني نقدروا، لا توجد دراسات لحد الآن، أنا أدعو من هذه المنصة إلى دراسة لماذا الجزائري يعزف عن التلقيح، هل هي ربما فرضيات، ربما هل هي الأخبار التي تشاع في على منصات التواصل الاجتماعي، هل ربما هو التخوف من الفيروس في حد ذاته، لا نعلم السبب الحقيقي. ولكن كمختصة ربما استسمحك لتفصيل هنا، كمختصة تحتكين يوميا بمواطنين، ربما أكيد أنك التقيت بحالات ترفض التلقيح، يعني في نقاشاتك معهم لماذا يرفضون هؤلاء التلقيح؟ يرفضون لأنهم ليست لديهم ثقة في هذا التلقيح اللي ظهر في فترة يعني بالنسبة لهم وجيزة. يعني هذا هو الهاجس الوحيد؟ طبعا هذا هو الهاجس اللي تلقيناه من أغلب، يعني عن طريق الأسئلة، الاحتكاك المباشر مع المرضى ومع مع أشخاص آخرين، يعني حتى كنا نطرح نفس السؤال، لماذا العزوف عن التلقيح؟ لماذا هذا العزوف؟ لماذا دول مجاورة وصلت إلى نسبة معينة؟ دول عربية، الجزائر في بداية التلقيح كانت مرتبة في الرتبة الخامسة عربيا، و16 إفريقيا في شهر سبتمبر، وتلقت التهنئة من منظمة الصحة العالمية في شهر سبتمبر، وكان من المفروض أن نلحق إلى 30 على الأقل 30% شهر ديسمبر الحالي، ولكن للأسف ما زالت النسبة ما لحقتش للمستوى المطلوب. نعم، ربما هذه الأفكار والسلوكات تتنافى قطعيا مع طبيعة اللقاح كسلاح فعال ضد الكوفيد. لا، هو اللقاح يعني أثبت عالميا بأنه فعال. نعم. وأيضا بعد تلقي الجرعة الثانية ب 15 يوم يصبح اللقاح فعال، ومصالح المصالح الطبية بما فيها مصالح الاستعجالات لم تسجل ولا حالة، يعني تلقات اللقاح الجرعتين ووصلت إلى حالة المضاعفات والتعقيدات أو حالة وصلت للإنعاش، حتى أنه الشخص إذا أصيب بالكوفيد يقدر يكون عند ملقح ولكن الأمر يكون خفيف، يعني الأعراض تكون خفيفة وما يصلش إلى حالة من التعقيدات وضيق التنفس ويتطلب الإنعاش. في مثلا في مصلحة الإنعاش بمستشفى باب الواد سجلنا حالتين فقط للحقوا الإنعاش، ولكن تلقوا الجرعة الأولى فقط ولم يتلقوا الجرعة الثانية، وبالتالي اللقاح كان مازال ما كهوش فعال. نعم، دكتورة وسيلة بنصيب، وأنت طبيبة مختصة في الصحة العمومية بمصلحة الاستعجالات بمستشفى باب الواد. الآن نتطرق لموضوع ربما يثير الكثير من النقاشات، وهو موضوع التلقيح الفئوي. تحدثنا عن تلقيح كبار السن، عن الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، عن مختلف الفئات الشبابية، الآن في حديث عن تلقيح الأطفال، أين هو النقاش حول هذا الموضوع؟ نعم، فيما يخص الأطفال
لاحظنا أنه الأطفال منذ بداية الوباء كانت نسبة الإصابة منخفضة جدا لدى الأطفال، حيث أنه حسب دراسة تقرير لمركز الدراسات الأمريكية للطب الأطفال كانت النسبة تقدر ب 2% في بداية الوباء عفوا شهر مارس 2020، وارتفعت النسبة فيما بعد إلى 15% شهر ديسمبر، يعني خلال الموجة الأولى والموجة الثانية. يعني بلغة الأرقام الفئة العمرية من إلى الأطفال من الولادة إلى غاية 16 سنة طبعا. نعم. ولكن الحالات كلها سجلت بين، يعني أغلب الحالات على المستوى العالمي بين 9 أشهر و 16 سنة. نعم. نرجع للجزائر بلغة الأرقام، لاحظنا إصابات كثيرة لدى الأطفال شهري جويلية وأوت خاصة، حيث أن مصلحة مستشفى دويرة لطب الأطفال سجلت 100 حالة خلال شهر جويلية وأوت، يعني خلال الموجة الثالثة، ومصلحة طب مستشفى الطفل والأم بسطيف سجل خلال شهر أوت 25 حالة، نفس الشيء بالنسبة لمستشفى وهران. إذن كان الرقم نوعا ما مرعب في هذه الأثناء، يعني خلال الموجة الثالثة. لكن فيما بعد، ولكن الحالات جل الحالات اللي وصلت للاستشفاء أو حتى للإنعاش، لاحظنا أنه السن عادة ما يتراوح بين 14 و15 سنة، يعني أو الأطفال حادثي الولادة أقل من سنة. وأيضا لاحظنا أنه الأطفال اللي تعرضوا للمضاعفات والتعقيدات هم الأطفال الذين يعانون من الأمراض المزمنة، وعادة ما تكون الأعراض لدى الأطفال لا تبدو أساسا، يعني ما الطفل لا يبدي أي عرض للوباء، يكون حامل للفيروس ولكن حامل امبورتور سان مثل ما نقول، وممكن انه يبدي اعراض ولكن اعراض خفيفه وليست يعني بنفس حده لدى الكبار. هل يمكن الحديث عن ضروره تلقيح الاطفال؟ فعلا الحديث بدأ عن ضرورة تلقيح الأطفال وشرع فيه فعلا في بلدان العالم الآخر. بدأت الحملة تلقيح الأطفال في شهر جوان في الولايات المتحدة، في دول أوروبية أخرى، وفيما يخص الأطفال فما 12 سنة فما فوق، يعني من 12 سنة إلى 15 سنة 16 سنة، وبدأت بوتيرة متسارعة في دول أخرى. وخلال شهر سبتمبر تم الحديث عن تلقيح فئة أخرى من الأطفال، الأطفال أقل سن. نعم. من سن 5 سنوات إلى 11 سنة، وفعلا شرع في التلقيح ولقى تجاوب كبير. وفي الجزائر شهر أكتوبر تحدثت اللجنة العلمية المكلفة برصد تفشي وباء كورونا في الجزائر عن ضرورة تلقيح الأطفال فوق 12 سنة، ولكن أعتقد بما أنه عملية التلقيح لم تصل إلى النتائج المرجوة فتعطلت العملية لهذه الأسباب. نعم، ربما هنا السؤال الذي يتبادر في ذهن كل المشاهدين عن الجرعات التي يمكن أن يتلقاها الطفل، هل هي نفس الجرعات؟ هل تكون بكميات أقل أو أكثر؟ كيف هي التصوم العلمي لتلقيح الأطفال؟ نعم، سؤال وجيه، والكثير من الأباء والأمهات يطرحوا نفس السؤال، هل هي نفس الجرعة؟ وبالطبع عند الأطفال كبار السن، يعني قلنا في 12 سنة فما فوق، هي نفس الجرعة أو أحيانا يعطوهم نصف الجرعة، بينما الأطفال من 5 إلى 11 سنة يعني يعطوهم ثلث فقط الجرعة، ثلث الجرعة، وبنفس الإجراءات وبنفس الإعادة بعد 21 يوم إلى غير ذلك. نعم، ربما هو موضوع يبقى للنقاش. وأنت تتحدثين عن العزوف الواسع من قطاعات واسعة من الشعب عن التلقيح، ربما هل يمكن اللجوء إلى استعمال جواز الصحي لوباس سانيتار كربما دعامة أو كمحفز لتسريع هذه الوتيرة؟ يعني تصورك أنت كأخصائية في الميدان، ما الذي يجب فعله لتسريع هذه الوسيلة؟ فعلا تم الحديث عن استعمال جواز سفر صحي وضرورة اللجوء إليه في حالة ما استمر الأمر على ما هو عليه وهو ما لا يبشر بخير، لأن لاحظنا أنه أنظمة عالمية كبرى، أنظمة صحية، انهارت أمام هذا الوباء. فالآن الأمور جيدة، ولكن هل فيما بعد إذا استمرت الأمور على نفس الوتيرة العزوف عن التلقيح هل هو أمر جيد؟ بالطبع لا. إذن يجب الدعوة
وبقوة إلى التلقيح، واللجنة العلمية أيضا درست هذا الأمر ورأت أنه من الضرورة ناقشوا الأمر أنه هل يجب اللجوء إلى جواز السفر الصحي. وأنا كأخصائية كرأي شخصي أرى أنه يجب فرض الأمور بحزم أكثر، وفرض ربما حتى الذهاب إلى إجبارية التلقيح. يعني نعم، ربما إجبارية التلقيح تحيلنا إلى الحديث عن بعض ربما المبادرات التي تمت من هنا وهناك في التلقيح لبعض القطاعات، مثلا تلقيح عمال التربية، تلقيح عمال البريد والمواصلات، تلقيح قطاع يتعلق بإدارة محلية. هل هذه المبادرات ترون بأنها مهمة في تسريع تلك الوتيرة؟ نعم، هذه كلها تدخل في إطار حملات التلقيح، وهي يعني أمور يعني وزارة الصحة لم تدخر جهدا ولا مالا في تنظيم الحملات التحسيسية ونشر الوعي، وحتى من خلال السبوت بيبليسيتير الدعاية والإشهار والاستعانة حتى بشخصيات مؤثرة. فكل هذا يدخل في إطار تعزيز عملية التلقيح والدعوة بقوة إلى التلقيح، وأقول التلقيح ثم التلقيح لأنه هو الحل الوحيد حاليا المتاح للوقاية من هذا الوباء. نعم، ربما حتى نحن على مستوانا في التلفزيون العمومي ومختلف وسائل الإعلام قمنا بتنظيم أيام مفتوحة للدعوة للتلقيح وتعريف المواطنين بأهمية التلقيح، وكذا نفي تلك الأفكار الخاطئة والأفكار التي قد تكون غير مؤسسة حول هذا اللقاح. نفتح نقاش سيدة وسيلة بن صيب عن ملف آخر وموضوع يرتبط ارتباط وثيق بملف كورونا، وهو التطبيب المنزلي وأخذ أدوية دون الرجوع إلى الطبيب في كثير من الحالات، خاصة في ظل الوضعية الوبائية. نشهد أن بعض العائلات مثلا حينما يكون أحد أبنائها مريضا أو رب العائلة مريض تلجأ إلى التطبيب الداخلي بأخذ أدوية بشكل مباشر، اقتناء أدوية من الصيدلي واستعمالها بناء على تشخيص ذاتي. هل يمكن القول بأن هذه الممارسات مضرة بالصحة؟ أكيد هي مضرة بالصحة، لأنه دائما يجب اللجوء إلى أهل الاختصاص. الطفل من حقوق الطفل هو عنده الطفل حق في التعليم، عنده حق في الحصول على صحة جيدة. هذه الصحة الجيدة الأم ليست طبيب، الجارة ليست طبيب، والأصدقاء ليسوا أطباء. يعني لو كان فيه طبيب معليش، ولكن يجب اللجوء إلى أهل الاختصاص. وزارة الصحة وفرت رقم أخضر في حالة ما إذا الأم أنه لاحظت أنه زكام عندها ابنها أو بنتها عنده حالة زكام وشكت في الأعراض، وزارة الصحة وفرت الرقم الأخضر 30-30 للاتصال والاستشارة، ومن ثم يتم توجيه إذا كان يعني الاستشارة لاحظوا أنه هذا الطفل لديه أعراض قد تميل إلى الكوفيد فيوجه إلى مصحة أو المؤسسة الصحية الأقرب إلى مقر سكنة. إذن يكفي اتصال هاتفي للاستشارة وهي متاحة وخدمة مجانية، أو اللجوء إلى طبيب العائلة. فإذا الطبيب لاحظ أنه هناك أعراض فهو طبعا سيطلب من الأم إحضار الطفل للفحص، وإذا استلزم الأمر إجراء فحص مسحة الأنف PCR مثل ما يجرى عند الكبار يجرى عند الأطفال لتأكيد أو نفي هذا يعني التشخيص هل هو مصاب أو غير مصاب. لا نستطيع يعني بالعين المجردة أو بالتنبؤات فقط أن نعرف، هي مجموعة من الأعراض قد توجهنا إلى إجراء مسحة الأنف فنؤكد أو ننفي المرض. يعني الأمر يبقى في يد الطبيب والجهات المختصة. نعم، دكتورة وسيلة بن نصيب الطبيبة المختصة في الصحة العمومية بمصلحة الاستعجالات بمستشفى باب الواد، نواصل الحديث نعم حول موضوع الكورونا وكذا مختلف ملفات الصحة بعد متابعة هذا الروبورتاج حول جهود قطاع الصحة في الجنوب من الرمد الحبيبي من توقيع الزميلة هاجر كران. الرمد الحبيبي مرض معد يصيب العين، نجده خاصة عند الأطفال. له مضاعفات خطيرة قد تصل إلى فقدان البصر إذ لم يتم علاجه في الوقت المناسب. السبب نتاعو الرئيسي هي الظروف الصعبة اللي يقدر يعيشها الإنسان ولا الأطفال، مثل نقص الماء، نقص النظافة، المحيط الجاف. في السنين الأولى تاع الاستقلال كان هو أول سبب تاع الأعمى، وقعت فيه برامج
والجزائر دار برنامج طموح منذ 2012 بعلاج معين، والآن العدد نقص بكثير. ولتصنيف الجزائر من طرف منظمة الصحة العالمية ضمن الدول التي حققت نتائج جد إيجابية في القضاء على داء الرمد الحبيبي حسب شروط التصنيف، ارتأت وزارة الصحة تنظيم لقاءات تكوينية للأطباء المختصين والأطباء العامين. لهذا المرافقة نتاع الخبراء منظمة الصحة، هذا الاستخلاص شهادة دولية لأننا قضينا على هذا المرض هذا المتواجد خاصة في مناطق الجنوب. التربص هذا المهمة تاعو هي تكوين المكونين. نحن نجو باش نشوفوا أطباء عيون، أطباء عامين، نكونوهم باش يديروا المسح الأخير، وعلى حسب المسح الأخير نقدم القرار إلى المنظمة العالمية للصحة. وهكذا تكون الجزائر قد خطت خطوة جبارة في القضاء على داء الرمد الحبيبي بتصنيفها من طرف المنظمة العالمية للصحة. إذن مشاهدينا الكرام، ولتفصيل في أكثر في هذا الموضوع نسعد بربط الاتصال بالدكتور كمال أيتوبلي، أخصائي في علم الأوبئة بوزارة الصحة. أهلا بك سيدي. شكرا جزيلا، صباح الخير. دكتور، الجزائر تشارك في البرنامج الوقائي في مكافحة الرمد الحبيبي المسطر من قبل المنظمة العالمية للصحة، يعني ما هي أرقام الجزائر في هذا المجال؟ اسمح لي أن أذكر كما قال الأخ من قبل أن الجزائر قد خطت خطوات عديدة وقامت بمجهودات كبيرة في القضاء على هذا الرمد الذي الآن تعتبر نسبة انتشاره بولاية الجنوب منخفضة جدا جدا مقارنة بالسنوات ما قبل 2012، تاريخ ابتداء تجسيد البرنامج الوطني لمكافحة هذا الرمد. فمنذ ذلك العام بعد المجهودات الكبيرة التي قامت بها الدولة الجزائرية فيما يخص الوقاية والعلاج، وصلنا إلى نسبة منخفضة جدا تسمح لنا بالحصول على شهادة استئصال مرض الرمد من الجزائر بصفة عامة ومن الجنوب بصفة خاصة. ولكن هذه الشهادة لا نستطيع الحصول عليها إلا بعد القيام بمسح طبق شروط منظمة الصحة العالمية. لذلك وفي هذا الإطار تم تكوين المكونين والمكلفين بالدراسة في الميدان الأسبوع الفارط، وبحول الله تبدأ اليوم الحملة بجنوب الجزائر بالقيام بهذه الدراسة بعد هذه الأسبوع التكوين. نعم دكتور أيتوبلي، ربما هنا حديثك يحولنا إلى سؤال حول الزمان والمكان في هذا المرض الحبيبي، هل يرتبط بفصل معين زمني معين وبمكان معين، يعني بجغرافيا معينة وطبيعة معينة؟ لكن الرمد بصفة عامة هو مرتبط خاصة بالمكان، ولذلك هذا الرمد نجده خاصة من قبل في ولاية الجنوب، ولذلك نظرا للمناخ الجاف وقلة الماء في بعض الأحيان. ولكن الآن رغم ذلك بعدما كما قلت بعد المجهودات التي قامت بها الدولة الجزائرية فيما يخص الوقاية والعلاج وصلنا إلى نسبة منخفضة من بحول الله تسمح لنا بالحصول على هذه الشهادة. نعم دكتور أيتوبلي، معروف أنه في قاعدة ذهبية في الصحة تقول أن الوقاية خير من العلاج، كيف يمكن للمواطن تفادي الإصابة بهذا المرض المعروف بأنه عدوى بكتيرية أساسا؟ الوقاية تعتمد أساسا على النظافة، على النظافة بصفة خاصة، نظافة بصفة عامة ونظافة الوجه والعينين بصفة عامة، وهذا مرتبط بكل ما يتعلق بالماء وبالماء والصرف الصحي إلى آخر ذلك، إضافة إلى الوقاية بواسطة المعالجة. لذلك في مثلا في إطار الطب المدرسي كل سنة الفرقة المكلفة بالصحة المدرسية تحاول أن تكشف إن كانت هناك حالات رمد خاصة في الوسط المدرسي لدى الأطفال، وإن وجدت حالة فإنها يتم معالجة هذه الحالة، وفي بعض الأحيان معالجة كل القسم ولما لا كل أفراد الأسرة.
نعم، ربما جهود الجزائر متواصلة في مكافحة هذا الوباء. دكتور كمال أيتوبلي، أخصائي في علم الأوبئة بوزارة الصحة، كنت معنا للحديث عن جهود الجزائر في مكافحة الرمد الحبيبي. شكرا جزيلا لك، ونعود لاستكمال النقاش حول ملف الصحة مع ضيفتي بالبلاطو الدكتورة وسيلة بن نصيب، مختصة في الصحة العمومية. دكتورة وسيلة، تتداخل مختلف الأمراض وربما ما يستدعي تضافر كل الجهود للحفاظ على الصحة العمومية. طبعا للحفاظ على الصحة، صحة الأطفال، صحة الكبار أو صحة المجتمع بصفة عامة، ندعو دائما إلى اتباع الإجراءات الوقائية التي تعتمد أساسا على سبل النظافة، تعليم الأطفال العادات الصحية الجيدة، غسل الأيدي قبل وبعد الأكل، عند السعال أو استعمال مناديل ورقية رميها مباشرة، عدم غسل الأيدي بصفة متكررة، استعمال خاصة مع وباء كورونا المطهر الكحولي، ندعو أنه الأطفال يكون عندهم في حقيبة الظهر كل طفل لديه مطهر كحولي، ونشر ثقافة استعماله بصفة متكررة سواء من طرف الأولياء أو من طرف الأساتذة في المدرسة. هذا كله يدخل في إطار التوعية الصحية للأطفال حتى نتجنب مثل هذه الأمراض التي تعتمد على العدوى وتنتقل من طفل إلى آخر، وبالتالي ما تصبحش مشكل صحي فردي فتصبح مشكل صحي جماعي. نعم. وهو ما لا نصب إليه. يعني دائما نركز الجهود نحو التوعية أولا وقبل كل شيء. نعم، التوعية والتحسيس لتجنب الوصول إلى العلاج، ودائما كما قلت الوقاية خير من العلاج، تبقى أحسن الوصول، أحسن السبل. عفوا. نعم، أحسن السبل. ربما في هذا الصدد دكتورة بنصيب، نحن الآن في فصل الشتاء معروف بحدوث نزلات برد، هل يحدث تداخلات بين الإصابات الفيروسية والبكتيريا على غرار فيروس كورونا ونزلات البرد؟ نعم، هو هل تتشابه؟ هل يمكن طرق لوضع الفرق ما بين هذه نعم، هو الأعراض. تتداخل الأمور يعني على الأولياء كما على المختصين، فكين أمور قد توجه التشخيص. حالات البرد هي مثل ما قلنا أنه حالات الكوفيد عند الأطفال تكون تشبه حالات الزكام الخفيفة جدا، يعني رشح خفيف، احتقان الأنف، بعض الحرارة، بعض السعال الجاف، وقد تتشبه تماما مع الزكام العادي، فلا يمكن التفريق بينهما. حالة التهاب اللوزتين نفس الشيء، حالة الاحتقان الأنف أو حالات الحساسية لدى الأطفال، فكلها يعني تتشابه، ولكن التشخيص وحده أو الفحص هو اللي يقدر يفرق بين الأمور ويفصل بين الأمور، وكل دواء، كل مرض عنده دواء خاص به كما يقال. نعم دكتورة بنصيب، رمى بإيجاز، المنظومة الصحية منذ سنتين هي تحارب وباء كورونا، رسالتك كأخصائية للمواطنين؟ نعم، رسالتي طبعا أولا وقبل كل شيء التلقيح، وأركز على التلقيح وضرورة الإقبال على التلقيح، لأنه هو السبيل الوحيد المتاح حاليا للقضاء على هذا الوباء، كسر لاشين تاع الفيروس كما يقولوا، يعني نكسروا الفيروس وتقوية المناعة الجماعية. ثانيا الالتزام بالإجراءات الوقائية، لاحظنا بعض التراخي، يعني نتأسف لما نروح الأماكن عامة ونجد الأشخاص ما يدعوش حتى الكمامة، يعني للأسف الشديد. نعم دكتورة وسيلة بنصيب، كنت معنا في ركن الصحة ببرنامج هذا الصباح، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. مشاهدينا الكرام، الآن نربط الاتصال بغرفة الأخبار لتقديم موجز لآخر الأخبار. موجز لأهم الأخبار من الأخبارية الجزائرية، أهلا بكم. بداية، استقبل أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون استقبل سعادة سفير جمهورية باكستان الإسلامية السيد عطاء المنيم شاهد، الذي أدى له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهامه بالجزائر. وعقب الاستقبال، أدلى سفير جمهورية باكستان الإسلامية المنتهية مهامه بالجزائر بالتصريح التالي: أريد أن أتقدم بالشكر للسيد رئيس الجمهورية على حفاوة الاستقبال الحار الذي خصنا به. تطرقنا مع السيد الرئيس إلى مواضيع عدة،
وما لفت انتباهي الاهتمام الكبير من قبل السيد الرئيس بعنصر الشباب باعتبارهم مستقبل البلاد. تطرقنا أيضا إلى القضايا الإقليمية بالمنطقة، وقد أعجبت كثيرا بالنظرة الاستشرافية للسيد رئيس الجمهورية. بعد 3 سنوات قضيتها في الجزائر، ما زلت منبهرا بالحفاوة التي تلقيتها من الشعب والحكومة والرئيس، وهي بمثابة أفضل الفترات التي أمضيتها في مسار المهني. أود أن أشكر كل الذين التقيت بهم وقدموا لي الدعم. للأسف الشديد أغادر الجزائر اليوم، ويستحيل بالنسبة لي أن أجد بلدا أفضل من الجزائر. كما استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون استقبل سعادة سفيرة جمهورية اليونان السيدة نايك إيكاتيريني كوتراكو التي أدت للسيد الرئيس زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهامها بالجزائر. وعقب الاستقبال أدلت سفيرة جمهورية اليونان المنتهية مهامها بالجزائر بالتصريح التالي: اسمحوا لي أن أقول لكم أني أؤدي زيارة وداع للسيد رئيس الجمهورية الذي أهنئه على مرور 2 سنة على انتخابه. تحدثنا عن العلاقة الممتازة بين بلدينا والتي بإمكاننا دائما تطويرها أكثر. أتمنى أن ترتقي هذه العلاقة في كل المجالات إلى أرقى المستويات، وأتمنى أن يزور السيد الرئيس دولة اليونان وتكون لنا مبادلات على أعلى مستوى. إلى انشغالي الصحي الآن وفي تطورات الوضعية الوبائية بالجزائر، حيث تم تسجيل ارتفاع محسوس في عدد الإصابات بفيروس كورونا التي بلغت 310 إصابات جديدة و8 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما تمثل 192 مريضا للشفاء، وهذا حسب بيان لوزارة الصحة. وضمن الجهود الوطنية لمكافحة الوباء، لقاء جمع وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمن لطفي جمال بن بحمد بالرئيس المدير العام للمخابر الصينية سينوفاك، وذلك لتقييم منتوج كورونا فاك الجزائرية والشروع في عملية الاستغلال المحلي والتوجه نحو التصدير في المستقبل القريب. الوفد الصيني أبدأ ارتياحه لمطابقة كورونا فاك للمعايير العالمية المعتمدة في انتظار المصادقة على المنتوج من قبل الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية والمنظمة العالمية للصحة. دوليا وفي الشأن الصحراوي، أقدمت سلطات الاحتلال المغربي على منع الأسير المدني الصحراوي عبد الله الوالي خفوني الموجود بسجن القنيطرة من التواصل مع العالم الخارجي، حسب ما أفادت به رابطة حماية السجناء الصحراويين. وذكرت الرابطة أن إدارة سجن القنيطرة صادرت كافة الرسائل والمراسلات التي بعثها الأسير خفاونية إلى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية المدافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. أمنيا، نفذت وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت هجمات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربية بقطاعات الفرسية وحوزة وأوسرد ومحبس، حسب بيان لوزارة الدفاع الصحراوية. دعا تحالف فيدرالية اليسار المغربي إلى المشاركة بقوة في الوقفات الاحتجاجية المقررة اليوم الأربعاء للمطالبة بإسقاط التطبيع وما تلاه من اتفاقيات عسكرية وأمنية مع الكيان الصهيوني، والتي تمثل سابقة خطيرة في منطقة العربية، وذلك بمناسبة الذكرى الأولى للتوقيع على اتفاقية التطبيع المشؤومة.
وحذر التحالف في بيانه من مخاطر تطبيع نظام المخزن لعلاقته مع الكيان الصهيونية على المملكة والمنطقة المغاربية. وكانت قد وقعت منظمات وهيئات طلابية وشبانية مغاربية منضوية تحت لواء الائتلاف الشبابي المغاربي لنصرة القدس وفلسطين ميثاق النصرة في سياق ما اعتبرته تطورات خطيرة على الصعيد المغاربي من تسارع لوتيرة التطبيع وإيمانا من الموقعين بعدالة القضية الفلسطينية. في الشأن الفلسطيني استشهد أمس شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال إثر إطلاق النار على مركبته وإشعالها جنوب غربي جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. من جهة أخرى دعا منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط دعا الكيان الصهيوني إلى وقف أنشطته الاستيطانية على الفور بوصفها انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة. بخصوص الأزمة الأوكرانية الروسية تصاعد حدة التوتر بين الغرب وموسكو، حيث تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد العسكري والتقني على التهديدات الأخيرة لحلف الناتو والغرب، مجددا دعوته بإعطاء ضمانات أمنية من خلال توقيع معاهدات تحظر أي توسع مستقبلي لحلف الأطلسي. هذا وقد اتهم بوتين الولايات المتحدة بخرق المعاهدات وانتهاك القانون الدولي وفق ما يناسبها. أخيرا وعن ملف كورونا عبر العالم، وفي تحذير جديد لمنظمة الصحة العالمية من خطورة المتحور أوميكرون، وصف ممثلها من جنيف انتشاره بعاصفة جديدة تتشكل في أوروبا، حيث تضاعفت القارة العجوز من القيود ورفعت مستوى التحذير إلى درجات قصوى مع احتفالات رأس السنة. هذا وكشفت واشنطن أنها جاهزة لمواجهة المتحور أوميكرون في خطة استباقية أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن. نهاية الموجز، نلقاكم على رأس الساعة بحول الله. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. سيكون لنا حديث عن طبعة ثانية لصالون الوطني للابتكار والتعليم المهني. الابتكار أساس التنمية المستدامة، بعد الفاصل في ركن ضيفي الصباح. مشاهدينا الكرام، نتابع الآن هذا الروبورتاج من إعداد الزميل خالد بن قرينا حول التخصصات في التكوين المهني بولاية الأغواط. الدخول المهني لولاية الأغواط تعزز هذا العام بتخصصات جديدة، كان من بينها تخصص شبكات وصيانة الطرقات والذي أمنه متطلبات سوق الشغل بالمنطقة. قدمت إلى المعهد وعطوني نظرة على التخصص هذا، حكوا لي عليه بحال واش تقدر تخدم. التخصص هذا على أساس أنه مفيد في الميدانات الصناعية، إن شاء الله يكون لفائدة الاقتصاد الوطني والمساهمة فيه. أنا اخترت هذا التخصص خاص يواكب سوق الشغل ومطلوب، هذا التخصص مطلوب. تسجيل التخصص الجديد يدخل ضمن أكثر من 30 تخصصا مستحدث لهذه السنة، والذي من شأنه تأهيل شباب المنطقة للحصول على تكوين يتيح لهم فرص الولوج إلى سوق العمل. ما يميز الدخول المهني لهذه الدورة إدراج تخصصات جديدة على غرار الطرق، تقني سامي الطرق وشبكات المختلفة، تقني سامي تسيير اقتصاد الماء، بما تلقيناه من طلبات من الشباب. في هذه الدورة حاولنا أن نواكب الحدث، أن نكون قريبين من الواقع تلبية لرغبات أبنائنا وكذلك مواكبتهم مع سوق الشغل. لهذا كان التنويع في جميع الاختصاصات بمختلف الشعب الموجودة في المدونة. إمكانيات مادية وبشرية تم تسخيرها هذا العام لاستقبال أزيد من 17,000 متربص ومتمهن بالأغواط، موزعين على 28 مؤسسة
عبر تراب الولاية. إذن إمكانيات مادية وبشرية لها الدولة لملف التكوين المهني. وللحديث عن الطبعة الثانية لصالون الوطني للابتكار والتعليم المهنيين، الابتكار أساس التنمية المستدامة، أسعد باستضافة ضيفي في الأستوديو السيدة سارة زايدي مؤطرة مشروع ابتكاري وأستاذة بمركز التكوين المهني حسيبة بن بوعلي بالمشرية ولاية نعامة. أهلا بك سيدتي. شكرا. كما أتشرف كذلك باستضافة الطالب طارق صفيري صاحب مشروع التحكم عن بعد في الأنظمة الكهربائية الشمسية بالمعهد ذاته بالمشرية. شكرا على الاستضافة. ربما أفتتح النقاش معك سيدة سارة، وأنت الأستاذة بمركز التكوين المهني حسيبة بن بوعلي، هل لك أن تضعينا في أهم التخصصات التي يتيح مركز التكوين المهني حسيبة بن بوعلي بالمشرية التكوين فيها؟ يعني بين أهم التخصصات الموجودة في المركز عندنا بحسيبة بن بوعلي بالمشرية، عندنا تخصص تركيب الألواح الشمسية الكهربائية والحرارية، يعني تخصص واسع وبأجل مواكبة العصران، لأن الجزائر ككل هي رايحة لمجال الطاقات المتجددة وخصوصا الطاقات الشمسية، يعني من أجل الإنتاج الكهربائي بدل من نروح للشبكات لصنع الغاز ننتجوا بطاقة شمسية أو طاقة الرياح، طاقة المياه إلى آخره. نعم طارق، ربما سؤالي لك، أنت صاحب مشروع التحكم عن بعد في أنظمة الكهرباء الشمسية، كيف هو مشروعك؟ ما هي أهدافك من هذا المشروع؟ كيف فكرة تجسيد المشروع؟ احنا منظومة اللي طورناها وابتكرناها هي منظومة تحكم عن بعد بالألواح الشمسية، وهي عبارة عن تحكم بالعوامل المؤثرة في إنتاج طاقة شمسية من حيث الحرارة، درجة الرطوبة، الإشعاع الضوئي وغيرها، كما إمكانية إضافة مشاريع أخرى لهذا النظام مثل تتبع أشعة الشمس، الحفاظ على نوعية الألواح الشمسية إلى غيرها. وهذا الابتكار كما نقولوا مازال نطوروا فيه، ومازال فيه كما نقولوا إمكانية كبيرة في مجال الطاقة الشمسية. ربما هذا المشروع يتطلب دعم وتتطلب مساندة كبيرة من طرف المؤطرين، أليس كذلك دكتورة سارة؟ وي أكيد، نتمنى المرافقة والدعم المعنوي والمادي، لأنه الدعم المعنوي أكثر من الدعم المادي، من أجل توفير الجو المناسب مثل هذا الشباب المبتكر، لأنه عنده أفكار جيدة من أجل مساعدة في تطوير الطاقات الشمسية. يعني كيف هي مختلف أفكار هؤلاء الشباب حول هذا الملف، يعني الطاقات المتجددة؟ يعني معروف أنه ملف هو رهان للدولة. أكيد، يعني أفكار جد جيدة من أجل تحسين من هذه المنظومات الشمسية، لأنه في المنظومة الشمسية أكيد يكون عندنا محاسن ومساوئ. يعني هم مش راح يديروا في هذه الابتكارات، راح يسيوا ينقصوا من هذه المساوئ. كيفاش؟ نعم. يعني من أجل هذه الابتكارات، لأنه واش الإبداع يولد الابتكار. نعم، وربما هو شعار الطبعة الثانية لصالون الوطني للابتكار والتعليم المهني، الابتكار أساس التنمية المستدامة، وأنتم كشباب حملة أفكار، الدولة دائما تفتح أبوابها لمثل هذه المشاريع وشباب مثلكم، وتولي أهمية قصوى للتكوين المهني. يعني كيف تستفيدون من مختلف التكوينات المتاحة لكم؟ كيف هي دعم أساتذة لكم في تجسيد مختلف هذه الأفكار؟ كيف تجدون ربما رؤى السلطات وتقبلها وانفتاحها على مختلف الأفكار التي تحملونها؟ نحن كطلبة وكمبتكرين وكشباب في هذا السياق بدينا نحسوا باللي كان هناك انتباه من ناحية الدعم المادي والدعم المعنوي التي تقدمه المؤسسات الخاصة بالدولة، وذلك مثل هذه الطبعة الثانية، وإن شاء الله تكون هناك مبادرات أخرى ومنصات نلتمس كما نقولوا احنا الشباب نكون هناك وصل بيننا وبين رجال الأعمال باش نقدموا أفكارنا، ويكون هناك تبادل بين الأفكار والمقاولات كما قال في الطبعة الثانية. نعم سيدة سارة، ربما طارق تتحدث عن نقطة مهمة جدا، وهو انفتاح التكوين على سوق الشغل وعلى انفتاح على مختلف المؤسسات الاقتصادية التي تشكل النسيج الاقتصادي الذي تتنفس فيه هذه الأفكار عن طريق فتح الأبواب لتجسيد هذه المشاريع. هل مركز التكوين المهني حسيبة بن بوعلي له ربما اتفاقات مع
المؤسسات الموجودة على مستوى ولاية النعامة أو ربما مؤسسات جهوية لفتح أبواب التوظيف وتجسيد أفكار الشباب المنتج والمبدع على مستوى المركز للانخراط في المنظومة الاقتصادية الوطنية؟ يعني ما كانش اتفاقيات لحد الآن، نتمنى تكون هذه الاتفاقيات من أجل توجيه الشباب المبتكر والشباب الطموح، كما قلت توفير الدعم المادي والمعنوي، لأن الدعم المادي من خلال توجيه إلى عمل سوق العمل. نعم، ونحن نتحدث عن سوق العمل، هل فيه ربما مختلف مؤسسات سواء كانت عمومية أو خاصة تطلب تكوينات خاصة من 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 المركز؟ يعني أكيد فيه تكوينات خاصة، فيه تكوينات خاصة. تطلب تكوينات خاصة بما يتلائم مع طبيعة عملها؟ أكيد. مثلا على سبيل المثال ما هي الشركات التي تطلب تكوينات خاصة لديكم على مستوى؟ لحد الآن تخصص جديد، يعني ماهوش متوفر عندنا في ولاية النعامة. نعم. عندنا في المركز الوحيد اللي هو المركز بالمشية. نعم. يعني نتمنى تكون هاد التكوينات الخاصة. يعني هي خطوة أولى، والفكرة هي أساس كل نجاح، يعني تجسيد كل هذه الأفكار يتطلب الصبر والجهد والدعم. نعم. سواء كان مادي أو معنوي. نعم. طارق، أنت صاحب مشروع التحكم عن بعد في الأنظمة الكهربائية الشمسية، يعني الاسم مركب، الأنظمة الكهربائية الشمسية والتحكم عن بعد، كيف هي فكرة هذا المشروع؟ كيف تأمل في تشييد هذا المشروع وأنت مشارك به في الطبعة الثانية للصالون الوطني للابتكار تحت شعار كبير وضعته الدولة لهذا الشعار يعكس الاهتمام بهذا الموضوع، الابتكار أساس التنمية المستدامة؟ نحن كشباب وراه العالم راه دوك في نطاق الذكاء الاصطناعي. نعم. وراه في سباق كبير من حيث الجودة ومن حيث سهولة تبادل المعلومات. قلنا على احنا كطلبة وكجزائريين نقوموا ببحوث وكما نقولوا اختصاصات خاصة بنا ونحطوا اللمسة نتاعنا في هذا المجال كما الطاقة المتجددة. أنا كمحب للشبكات والتقنية الجديدة قلت ندخل طاقة جديدة، نحاولوا كما نقولوا نديروها طاقات ذكاء اصطناعي. قمت بدراسة آلية التحكم الآلي اللي هي أردوينو، وقمت بالبحث وتركيب أنا والزميل تاعي راه دروك في المعرض وسحابة عبد اللطيف. نعم. قمنا بتبادل أفكار، وساعدني هو كما نقولوا مليح في الذكاء الاصطناعي، قمنا بتبادل تأسيس شبكة عن بعد، وذلك باستعمال بروتوكولات خاصة تقوم بإرسال واستقبال معلومات عن بعد، وذلك من أجل تفقد طبيعة وأشكال الألواح الشمسية اللي عندنا. يعني الاستفادة من هذا المشروع في حالة تجسيده تكمن في الاستفادة في مختلف أنظمة الألواح الشمسية؟ تكمن في كل النظم وليس الألواح الشمسية. ما هي هذه النظم؟ يعني مثل النظم التي تعمل كمنصات الراديو التي تكون على في أعالي الجبال ولا المناطق العالية، ما يكونش هناك سهولة للوصول إليها. نحن نقوم بتسهيل هذا الأمر عن طريق مراكز نؤسسها تكون في المؤسسات، ويقوم عن بعد بتفقد الإمكانية إن كان هناك إشكال يبعث الفريق التقني والخاص بالآخر، ما كانش إشكال على استمرار اتفاق كما نقول مراقبة مستمرة سيرفيونس لهذا المركز. يعني على سبيل المثال في ولاية مثل ولاية نعامة، ولاية شبه صحراوية مترامية الأطراف، التنقل فيها في بعض الأحيان صعب، هذه الأنظمة وهذه الأجهزة كيف يمكن لها أن تساعد في تذليل كل هذه الصعوبات؟ من حيث كما قلت صعوبة التنقل راها أساسها في المنطقة نتاعنا، لأن منطقة كبيرة ورعوية وهي ضاب عليا. نعم. صعوبة هناك عوامل طبيعية وعوامل كما نقولوا فيزيائية. نعم. على ذلك الأساس نحن نقوم بتسهيل هذا الأخر مبادرة، هذا النظام يقوم بتسهيل بالاتصال في الشبكات إما محلية أو خارجية، تقوم بالاتصال بالمنظومة التي تريد أن تتصل بها وتراقبها عن طريق تحكم عن بعد. على سبيل المثال الآن فيه توجه للدولة نحو استعمال الطاقة الشمسية في المدارس، ولاية مترامية الأطراف كولاية النعامة تجسيد مشروع المدرسة الممونة بالطاقة الشمسية بالألواح الشمسية في بلدية معينة، بلدية
عسلة مثلا رئيس البلدية أو السلطات المحلية تستطيع أن تضع نظام لمراقبة الألواح الشمسية بمختلف مدارس البلدية عن طريق هذا النظام. هذا هو الهدف. هذا هو هدفنا إن شاء الله يكون أكثر من هاك نظام عن طريق عن بعد وعن طريق ندمجه في الإنترنت. نعم يعني عن طريق وضع قاعدة بيانات. قاعدة بيانات. وهل يمكن تجسيد فعلي لهذا الموضوع؟ ما الذي يتطلب تجسيد هذا الموضوع أستاذة سارة؟ يعني إمكانيات لوجستيكية تحل الإمكانيات اللوجستيكية. يعني أكيد تكون إمكانيات لوجستية كما قلت. ذلك من خلال الدعم المادي من الدولة من أجل توفير الجو المناسب لهذا الابتكارات. يعني الابتكار لحد الآن فكرة صغيرة. يعني يلزمه دعم مادي باش يجسد هذه الفكرة على أرض الواقع. كما قلت على سبيل المثال مدرسة ابتدائية بعسلة أو مشرية أو إلى آخره، معناه هذه المدرسة تكون مزودة بنظام التحكم عن بعد في هذه المؤسسة. معناه باش ما نلقى في أي وقت هذه الإنارة أو التدفئة إلى آخره. نعم هو الملف يتطلب أساسا دعم لوجستي. أكيد الآن في توجه من الدولة يعني يشرف عليه شخصيا سيد رئيس الجمهورية، وهو دعم المؤسسات الناشئة والأفكار المبدعة. يعني فيه مجهودات تثمن في هذا المجال على غرار إنشاء المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي، المدرسة العليا للرياضيات، وكلها مشاريع تندرج في هذا المسار وهو مسار دعم الإنتاج للذكاء الاصطناعي. فيه صندوق وطني للشركات الناشئة. يعني أنتم كحملة أفكار هل لديكم النية والمشروع في تجسيد هذه المشاريع عن طريق مختلف هذه وسائل الدعم الموجودة؟ نعم احنا نتمنى أن تكون هناك منصات كما نقولوا مرافقة للمشاريع تاعنا. كأنا مبتكر ليس لدي كما نقولوا نظرة حول النظام المالي أو الأمورات المالية. أنت في أول طريق، ولكن أكد لك أنه فيه بعض الوسائل يعني لي الوصول الى تجسيد هذا المشروع عن طريق دعم الدوله بشكل مباشر. بشكل مباشر ملي كما نقولوا احنا يتصلوا بنا وكما نقولوا والتوجيه والارشاد. نحن كشباب مبتكر مع الابتكار ملي يليق لنا كما نقولوا يتصلوا بنا، يكون هناك منصات للالتقاء مع هاد رجال الاعمال وهاد الاخر يوجهونا ثاني من يعني ناحيه المال. يعني خاصه من خلال المستثمرين. من خلال المستثمرين او من خلال الدوله؟ الدوله والمستثمرين ماشي مشكل. يعني انتم جاهزين للتكوين؟ احنا نتمنى الدوله. يعني نتمنى احنا الدولة. في كل حاله في جاهزيه تامه. ونحن نتحدث عن الجاهزيه سيده ساره زايدي مؤطره مشروع ابتكاري واستاذه بمركز تكوين مهني حسيبه بن بوعلي بولايه النعامه. نموذج مثل طارق وزميله بوسحابة الذي هو الآن في المعرض، معرض الطبعة الثانية للصالون الوطني للابتكار والتعليم المهنيين، الذي شعاره الكبير الابتكار أساس التنمية المستدامة. مفهوم التنمية المستدامة يرتبط ارتباط وثيق بالابتكار بالذكاء الاصطناعي. على مستواكم يعني في المركز التكوين المهني كيف تدعمون هذه الأفكار؟ التوجه نحو استغلال الإمكانيات المحلية لولاية مثل ولاية النعامة، ولاية شبه صحراوية تعرف تعرض الشمسي كبير، منظومة رياح كبيرة يعني يمكن استغلالها في إنتاج طاقة. كيف توجهون الأفكار مختلف الشباب الذين يرغب في التكوين إلى التخصص في هذه المجالات؟ يعني من خلال توفير الجو المناسب، من خلال استغلال كامل الأفكار اللي تجسدت في هذه الابتكارات، في هذه الإبداعات، لوريونطاسيون تاع هاد لي ستاجيير. دونك تكون يعني تمثل أفكار راك صحيح ما راكش صحيح، تبجها أتم التوجيه. نعم ربما طارق في الأمس كان الافتتاح الرسمي للطبعة، وكان في حضور رسمي ممثلا في وزير التكوين والتعليم المهنيين. هل وقف عندكم سيد الوزير في مش عند مشروعكم؟ الوزير بالذات قدم لنا الدعوة دعوة خاصة باش نحضروا هاد الطبعة، لأن كانت قبلها كما نقولوا في رويبة كل مسابقة. نعم. احنا قدمنا له جعلنا في الزيارة للولاية، كانت رؤية المشروع النظرة سبب وللآخر لتوفير الدعوة الخاصة هذه، ونشكره شكر كبير للدعوة هذه. نعم مشاهدينا الكرام، المؤسسات الناشئة حاضرة بقوة في معرض الإنتاج الوطني، تقول الزميلة سهام موسى رزق، نتابع معها.
الجزائر اليوم وفي ظل سوق المنافسة تتوفر على فرص كثيرة في مجال ترقية نشاط المناولة الصناعية، خاصة في مجال تحويل المعادن وصناعة قطع غيار السيارات. نماذج عن المؤسسات المناولة في الصناعات الميكانيكية التقينا بها بمعرض الإنتاج الوطني. نغطوا 30% من البزوان ناسيونال. عندنا بلوس دو 220 ريفيرونس ديسبونيبل، سافي دير تو لو بارك تو لي فيكول لي روم يمشوا في الجزائر. عندنا قريب 80% من لي ريفيرونس تاعهم. لا بلاكيت دو فري لي كونسيست بلوزيور كاركتيرستيك، دونك اون لو ميتال اون لا ماتيير دو فريكسيون. حنا رانا نمولوا كاع مجمع نفطال بفرامل السيارات لي جيلو. وتعد هذه المؤسسات المناولة في الصناعات الميكانيكية نماذج استراتيجية في الصناعات الميكانيكية من حيث تحسين المردود واستحداث فرص عمل للشباب. عندنا المصالغية تاع 200 عامل يخدموا عندنا ديريكت سون لو ريزو ديستريبيسيون تاعنا اللي راه سور 58 ولاية. تخصصنا في اسمه في الصناعات الميكانيكية. Nous sommes spécialisés dans l'industrie caoutchouc, en la fabrication de la pièce automobile et industrielle. Nous avons choisi les sous-traitances avec Sonacom, Sonacom Ouled Moussa. مؤسسات مناولة واعدة ستسهم في تطوير النسيج الصناعي الوطني خارج قطاع المحروقات. متواصلون معكم مشاهدينا الكرام في فقرات برنامج هذا الصباح من الإخبارية الجزائرية، ومتواصلون في خضم الحديث عن الديناميكية المتعلقة بالابتكار والمؤسسات الناشئة. وبعد الفاصل لنا حديث في ركن التكنولوجيا عن المؤسسات الناشئة. مشاهدينا الكرام، وللحديث عن المؤسسة الناشئة أسعد باستضافة ضيفي بالبلاطو السي سامي عليوش، مدير ومؤسس شركة ناشئة تابلا ستور. أهلا بك سامي. أهلا أستاذ زكريا. ربما بدء هل لك أن تعطينا بطاقة تعريفية عن نشاط المؤسسة الناشئة التي تديرونها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة ستار، شركة ناشئة طلبة ستار، مختصة في ميدان التجارة الإلكترونية وتطوير المواقع والتطبيقات الإلكترونية. مجال التجارة الإلكترونية ننشط فيه منذ 2017. اليوم الحمد لله رانا ندير يعني التوصيل في 58 ولاية. خاصية الدفع الإلكتروني اللي راهي متاحة عن طريق بطاقات البنكية أو البريدية، يعني كل هذا موفر بأسعار تنافسية خاصة للطلبة. احنا كما يقولوا نبيعوا المواطنين كفا، ولكن نديروا عروض وتخفيضات للطلبة بصفة عامة. ما هذه هي شركة طلبة ستار. نعم سامي، ربما سؤالي لك، كيف جاءتك فكرة تأسيس مؤسسة ناشئة في تقديم خدمات مثل خدمات التجارية؟ أولا هما فكرتين، فكرة أنه نديروا شركة ناشئة، ثانيا وشنو المشروع اللي راح نديره. نعم. يعني الفكرة تاع الشركة الناشئة يعني منذ الصغر نحب أنه يعني نكونوا توجور نشوفوا الأفلام والناس الناجحين إلى آخره، الإنسان يجيه الإلهام من هذاك الناس الناجحين. ثانيا فكرة طلبة ستور جات عن طريق الاحتياج، كي كنت طالب يعني ولا احنا كامل كي كنا طلبة نشوفوا أنه الطالب الجامعي أو الطالب في المعاهد يعني ما عندوش الوقت تلمروا يدرس وطريق بين الجامعة المنزل إلى آخره، ما عندوش الوقت باش يخرج يتسوق في غرضه. ثانيا ما عندوش يعني البيجي الكافي
باش يشري كل مستلزمات تاعو. طلب ستور اليوم جات كما يقولوا لترد على هذه الاحتياجات عن طريق الحلول تاعنا واللي هي متوفره في المنصه. نعم ربما دائما حينما نتحدث عن المؤسسه الناشئه فيه صفه مرتبطه بالمؤسسه الناشئه وهي صفه المخاطره في تاسيس هذه المؤسسه الناشئه. كيف تمكنت من تجسيد هذه المؤسسة يعني وأنت فيه مراحل متعددة وفيه عقبات متعددة من الفكرة إلى التجسيد؟ من الفكرة إلى التجسيد يعني هي حكاية 4 سنوات 5 سنوات. الإنسان يعني الحمد لله قدرنا ربي وصبرنا رغم يعني كل الظروف. نشوف أنه في 2017 ما كانش كاينين قوانين للشركة الناشئة، ما كانش كاين التفاتة من السلطات للشركة الناشئة. يعني من 2019 بدات بوادر خير للشركة الناشئة خاصة مع استحداث الوزارة الجديدة. نشوف أن شركة طلبة ستور الهدف تاعها في الأول كان البقاء في السوق، ثانيا الآن الهدف تاعنا هو تطوير المنتوج تاعنا يعني وتوجور ريبوندغ أو بوزوان تاع لي كليون تاعنا. نعم الدولة مؤخرا تولي أهمية قصوى لتطوير المؤسسات الناشئة لوضعها كإحدى ركائز تطور الاقتصاد الوطني. كيف يعني يمكن الحصول على علامة تجارية لمؤسسة ناشئة سامية؟ ربما الكثير من الشباب الذي لديه هذه الفكرة قد لا يعرف منهجية تأسيس مؤسسة ناشئة. مؤسسة ناشئة هي تعتبر مؤسسة، مؤسسة تجارية، سجل تجاري. سجل تجاري يكون عندك سجل تجاري فيه يعني نشاطات اللي راك تقوم بهم تكون دايرهم في السجل التجاري، ومن بعد ذلك عن طريق المنصة الإلكترونية تاع وزارة الوزارة المنتدبة تاع شركة ناشئة startup.dz يقدر حامل المشروع يعمر استمارة ما، مر ما يملأ الاستمارة كامل يزيد أيضا يوضع لو بيزنس بلان تاعو يعني خطة العمل. نعم خطة العمل اللي تخص المشروع، يحط كلش في البلاتفورم هذيك وينتظر مدة 20 يوم. يعني لازم هذيك لا بريزونطاسيون وبيزنس بلان يكونوا واضحين باش لا كوميسيون اللي متكونة من عدة وزارات تفهم المشروع وكما يقولوا تشوف كيفاه يترياليزا في لو مارشي في لا رياليتي. ثالثا مور ما تقوم بدفع الملف تاعك عن طريق المنصة الإلكترونية للوزارة تنتظر مدة 20 حتى 30 يوم يكون فيه رد إما إيجابي أو سلبي. يعني إذا كان رد إيجابي الحمد لله راك تحصلت على علامة شركة ناشئة اللي تمنحك أيضا الفرصة أن يكون فيه تمويل من طرف الصندوق تاع شركات ناشئة المستحدث مؤخرا. نعم ربما أود هنا أسألك في صندوق تمويل المؤسسات الناشئة يعني بعيدا عن كل ما سبق، ما هي الشروط التي يمكن التي تسمح بحصول على تمويل هذا الصندوق؟ يعني تكلمت على أنه في دراسة للمشروع عن طريق وزارات مختلفة عبر أرضية وزارة المؤسسات الناشئة في إجراءات إدارية، هل في شروط يعني خاصة للاستفادة من تمويل من هذا الصندوق؟ شروط خاصة لا، الشرط الوحيد هو تكون عندك علامة شركة ناشئة أو علامة مشروع مبتكر أو علامة حاضنة أعمال. كي يكون عندك هذه العلامة واحدة من ثلاثة تقدر تتقدم لاسف ASF يعني Algerian Startup Fund صندوق تمويل شركة ناشئة. راني نعود في الاسم يعني باش المواطن اللي راهو يشوفنا الان او الشاب يعني اللي كيما حنا باش يتفكر او يحوس يدخل ASF.dz يشوف انه كاين ايضا اليوم اصبحت ارضيه رقميه ايضا. نعم. وين تقدم الطالب تاعك في التمويل وتدفع ايضا لا بريزونطاسيون التعريف تاع المشروع تاعك والبزنس بلان ويعني وإن شاء الله يكون فيها خير ويكون فيها تمويل. يعني هذا هو الشرط الوحيد. نعم سامي لازم يكون عندك علامة. نعم سامي حطيت يدك على نقطة مهمة جدا، أنه هدفنا في مثل هذه المواضيع هو تنوير الشباب الراغب في تأسيس المؤسسات الناشئة وإيضاح مختلف السبل والوسائل التي وضعتها الدولة لهذا الشباب في تجسيد مشاريعه على أرض الواقع. سامي ربما المؤسسة الناشئة والحصول على علامة ناشئة يعود بنا أساسا إلى الفكرة
وضرورة الانخراط في هذا العالم، العالم الذي أصبحت تتحكم فيه التكنولوجيا والمعرفة. الكثير من الشباب حمل للأفكار قد لا يجدون ربما الصيغة النهائية لتجسيد الفكرة، لتجسيد هذه الفكرة على أرض الواقع. فيه الآن الدولة مؤسسة وزارة كاملة لهذا الموضوع. أنت كشاب جزائري أكيد أنه من خلال تجربتك يقصدك الكثير من الشباب لمحاولة فيهم كيفية تجسيد هذه المشاريع. ما الذي تقدمونه لهؤلاء الشباب؟ كيف تعملون على تنويرهم، على إرشادهم؟ فيما يخص هذا الباب، نشوف أنه الكثير من الشباب والكثير من أصدقاء التوعية اللي قرينا في الجامعة كيف اليوم راهم يحوسوا كيفاش ينشئوا الشركة الناشئة، لأنه كاين بزاف معلومات شركة ناشئة، ولكن يعني لازم الأفكار تكون مهيكلة وتكون على خطوات باش نلحقوا لليوم تاع التجسيد. قبل التجسيد عندنا كثير من الخطوات، إما إدارية أو يعني البحث عن ممول للمشروع. الصبر يعني هو المفتاح تاع هذا الفترة، وعندك خطوات تمر بهم. الأولى، الخطوة الأولى اللي هي الفكرة، هل هي فكرة ناجعة لما نحطها في السوق؟ ثانيا يعني تكون درت البزنس بلان تاعك وكلش. ثانيا أنك دير البروتوتيب تاعك وتجرب وتشوف لو فيدباك، اسكو الفكره هذه مليحه، اسكو لازم نزيد نعدل فيها شويه باش تولي تناسق يعني السوق الجزائريه، هل بهذه الفكره راني حاب نخرج للتصدير. يعني من هذا الباب نلحقوا ان شاء الله للتجسيد. كي نلحقوا للتجسيد راح يكون فيه يخصنا تمويل. التمويل كاين بزاف صفات، ونحن نتحدث عن تمويل في الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة، وهو مربط الفرس في انطلاق هذه المؤسسات الناشئة وفتح أبواب الاستثمار لمختلف الشباب. هل هذا التمويل هو تمويل بشكل مباشر أم تمويل عن طريق تمويل ما تحتاجه هذه المؤسسة، عن طريق فاتورات يعني ديب فاتورات بروفورما، أو كيف هي الإجراءات في الحصول على تمويل؟ إجراءات الحصول على التمويل، لازم التعريف تاعك بالشركة والأهداف تاع الشركة وخطة الأعمال تاعك تكون ناجحة. يعني لما نديروها في أرض الواقع، نسقطوا على أرض الواقع، تكون ناجحة. ثانيا التمويل هدايا عبارة عن رأس مال مخاطرة. رأس مال مخاطرة هذا يستثمر في الشركة الناشئة، يكون عنده حصص من الشركة الناشئة، مثلا 1% معك في الشركة، ويمولك بالمال اللي تحتاجه. الصيغة تسمى رأس مال المخاطرة. رأس مال مخاطرة هو القيمة المالية لتمويل من صندوق مؤسسات ناشئة. ونشوف أنه هدايا راح يشمل الماتريال كما قلت لنت دوكا لي بروفورما، راح يشمل الأخر لاباي تاع الخدامين أيضا، راح يشمل الكثير الماركتينغ ديجيتال اللي فريت على الماركتينغ ديجيتال. يعني ماشي كيما لاناد اكس اونساج اللي كانت اونساج، هذاك عبارة عن قرض. ثانيا يخلص لك لي زيكيبمون يعني الأجهزة التجهيزات. هذا تاع لاساف عبارة عن استثمار عن طريق شيكات في البنك، وانتايا تجسد على حساب هذاك اللي درتو نهار الاول، لو بلان داكسيون اللي درتو اليوم الاول، القيمه الماليه الملائمه للملائمه. يمكن انهم ما يمدولكش كل القيمه، انك ما يمدوكش كل القيمه اللي طلبتها، ولكن القيمه اللي تنطلق بها باذن الله يعني تكون متوفره. فقط سامي هنا سؤال، ربما من يتابعون من الشباب، من الى القيمه هذه يتحكم فيها طبيعه المشروع، ضخامته، طبيعه المشروع تجاري او اقتصادي او خدماتي، ما الذي يتحكم في قيمة تمويل المشروع؟ نعم، يعني هذا هو الأساس تاع القيمة تاع التمويل، اللي هو نشوف أنه التمويل هذا قادر يكون عبارة عن استثمار في رأس المال تاع الشركة، يمده لك لمدة 5 سنوات قابل للتجديد مرة واحدة. نعم. 5 سنوات قابل للتجديد مرة واحدة، ومن بعد يخرج رأس المال، الشركة الناشئة إن شاء الله تكون راحت للنجاح. يعني هذا هو السؤال تاعك من فضلك. قلت لك هل الآن القيمة المالية التي من إلى؟ نعم. من إلى؟ من الله أعلم، من 100,000، من 1 مليون
حتى 25 مليون دينار جزائري، يعني من 200 مليون حتى من 100 مليون حتى لزوج ملاير و500 سنتيم. سنتيم هادو هما. ومن بعد كاين اللي يكون عنده احتياجات اكثر، اللي يكون عنده احتياجات اكثر راح يفهمهم وان شاء الله يكون فيه رد ايجابي. يعني نتكلم عن احتياجات افكار انه الشركه هذه اكيد تكون ضخمة، عندها مشروع خاص وتتطلب تمويل اضافي، يمكن انها تتطلب طلب تمويل طلب يعني فوق زوج ملاير و500 سنتيم. يعني الطالب يقدر يدير طالب هذاك ومن بعد يشوف مع لا كوميسيون هما اللي يحددوا يعني القيمة. يعني في عمل متواصل ومتابعة متواصلة من قبل الوصاية لتسيير هذه المؤسسة الناشئة من خلال تمويل ومتابعة سيرها لمشاريعها ومرافقة شركة ناشئة أيضا. يعني كيكونوا تظاهرات ملتقيات، كيكون كاين فيه فرص تاع أسواق، الله يسف رح تكون دائما بجانب شركة ناشئة هذه، لأنه في صورة نمطية لدى كل الشباب حول عن المؤسسات ممولة من جهاز دعم شباب سابقا عن كيفية إعادة القروض وجدولة القروض. هذه ليست عبارة عن قرض، نعم. عبارة عن استثمار. هذا هو يعني نعم. هذا هو الفرق. يعني الشاب ما يكونش مديون، يعني نعم. على 10 سنوات يلقى روحه بدين، ولا كما قال رئيس الجمهوريه يعني اذا نجح اللهم بارك، واذا ما نجحش عنده شرف المحاوله. هذه هي، يعني هو كله يندرج في اطار سياسه عامه للدوله اللي هي فتح المجال امام الشباب نحو الانخراط في عالم المقاولاتية والانتاج المربح. ربما سؤالي لك الان سامي، انت كشركه متخصصه في جانب الخدمات، هل في شركات اخرى متخصصه في مختلف القطاعات؟ فيه الكثير من الشركات يعني اللي تمولوا عن طريق ال فيه كثير من الشركات في قطاع الخدمات، في قطاع الصناعة، يعني ما في قطاع الخدمات كاين الكثير من الأصناف. نعم. مثلا كاين تجارة إلكترونية، كاين تجارة إلكترونية بين بي تو بي، كاين بي تو سي، يعني كاين الكثير من الأصناف اللي دعمهم صندوق تمويل شركة ناشئة، ماشي بالأخص يكون في مجال تكنولوجيات الإعلام. نعم. ربما الآن نعود إلى مؤسسة طلبة ستور. ما هي مشاريع هذه المؤسسة؟ إلى ماذا تطمح؟ كيف هو تصوراتكم للاستثمار في المجال؟ وأنتم تعرفون أن الطلبة في الجزائر ربما فئة نشطة قوية حاضرة في كل مفاصل المجتمع بأرقام كبيرة بتعد بالملايين. مشاريع تاعنا اليوم في شركة ناشئة طلبة ستور أن أولا نلبيو الاحتياجات تاع الطالب الجزائري ونتوجهوا لتصدير الخدمات، تصدير الخدمات والمنتجات، لأنه كاين منتجات جزائرية الصنع. يعني ما احنا في شركة ماذا بينا نوصلوا ونطلعوا القيمة تاع المنتوج الجزائري ونبيعوه عن طريق تجارة إلكترونية، راح نقوموا بعملية إدخال العملة الصعبة. ثانيا من المشاريع تاعنا أيضا هي نغطيو كل الجامعات وكل المعاهد، يعني كامل يقولوا يسمعوا ما هي طلبة ستور ويعرفوا شنو هي طلبة ستور والخدمات اللي تقدمهم. هل يمكن أن نقول أن هذه الخدمات قد تنفتح إلى ترويج أفكار هذه الشباب إلى منتجاته إبداعاته وطنيا وخارجيا؟ هل يمكن في مشاريعكم ينتج فكرة توجيه طلبة للدراسة في الخارج وخدمة المعلومات المتعلقة بالدراسة في مختلف جامعات العالم؟ احنا ماذا بينا الطلبة في الجزائر يبقوا لهنا في الجزائر، لانه هي المادة الخام اللي راح تدفع بعجلة الاقتصاد. نشوفوا انه ماذا بينا انه الطلبة نوجهوهم يديروا التكوينات في الخارج، لكن ايضا في الملتقيات رانا دائما كما يقولوا ننسيتيو على لونتربرونيا، يعني المقاولاتية، لانه هو العصب تاع الاقتصاد باذن الله. يعني المقاولاتية، أنتم ترون أن المقاولاتية هو ربما يجب أن يكون ذلك التوجه الأول في فكر الطالب، يعني بعيدا عن صورة نمطية لتوجه نحو التوظيف نحو التوظيف أو نحو الذهاب إلى الخارج لإكمال الدراسة، لأنه إحنا كامل قادرين نكملوا الدراسة في الخارج ونعيشوا في الخارج، لكن شكون يبقى لهنايا ويخدم الوطن يخدم الجزائر؟ يعني اليوم إن شاء الله بشركة تاعنا نخرجوا نصدروا الخدمات، نصدروا المنتجات،
ونعاونوا الوطن تاعنا اللي ما سمحش فينا. نعم ربما ونحن نتحدث عن شركتكم طلبة نيوز، ما هي يعني أكثر الطلبات التي يطلبها طلبة من المؤسسة؟ الأكثرية في الطلبات هي في الملابس، اقتناء الملابس واقتناء الماتيريال انفورماتيك، يعني العتاد الإعلام الآلي، يعني هما اللي يشوفوا اللي راهم يعني هذه الخدمات التي يطلبها الطلبة، المنتجات اللي راهم طلبة. يعني هل في نوعية من الطلبة تطلب معلومات حول كيفية تأسيس مثل الشركات الناشئة، كيفية التوصل إلى حصول على منح في جامعات أجنبية؟ لأنه هدف طالب في النهاية طالب خدمات، نعم، لكن في النهاية كذلك هو جانب أكاديمي مهم يبحث عنه طالب. نعم بطبيعة الحال نتلاقاو الكثرة بالطلبة في الملتقيات كما الاخر الملتقى الدولي اللي راهو في لوسافاكس، نتلاقاو مع الطلبة وتوجور يعاودونا نفس الأسئلة وحنا نبقاو نعاودو نفس الأجوبة ونجو للتلفزة ونعاودو نفس الأجوبة باش تكون إن شاء الله بيئة أعمال ملائمة إن شاء الله لدفع عجلة الاقتصاد. يعني الآن سامي نلاحظ في الحركة الاقتصادية الصالون الوطني للإنتاج الوطني، طبعة ثانية لتكوين المهني، صالون التكنولوجيا ورقمنا اليوم في قسنطين، في حركية كبيرة. يعني هل تساعد هذه الحركية في الدفع بالمؤسسة الناشئة بأن تكون في صدارة الاهتمامات وأن ترتقي لتكون إحدى ركائز التطور وشغل اليد العاملة وخلق الثروة؟ نعم نشوف أنه الكثير من الطلبة يتوجهوا الآن للمقاولاتية في ظل هذه الحركة راح تجعلنا نقولوا 100 200 300 شاب طموح حاب يدير المؤسسة تاعه، كي يخرجوا لنا 10 مؤسسات فقط رانا في الفائدة. يعني شوف الفائدة تاع الملتقيات هذوما والحركة اللي راهي يعني تنسيتي على لونتربرونيا والمقاولات. ربما هنا أود أن أفتح قوس سامي، في كثير من الأفكار بأن تقول بأن المؤسسة الناشئة مؤسسة الفرد الواحد الشخص الواحد التي تقتصر على نشاط محدود في إطاره الزماني والمكاني، حاسوب وأرضية للمعطيات الرقمية. هل هذه الصورة هي الصورة صحيحة أم أن المؤسسة الناشئة تتجسد في الواقع، تفتح أبواب شغل فيها، تحرك حركة اقتصادية؟ لو كانوا له 4 سنوات الوراء كنت نقول أنه إن شاء الله نفتحوا فرص شغل وندير. الحمد لله اليوم طلبة صدر ولا توفر فرص عمل، يعني ولات مباشرة وغير مباشرة. يعني الخدمات تاعنا زدنا عددناهم في الكثير من الولايات، في الكثير من الخدمات. يعني يشوفوا أنه شركة ناشئة صحيح قادرة تبدأ بفكرة، تبدأ بإنسان، تبدأ بحاسوب، ولكن مراها لازم يكون فريق عامل اللي يعني 24 على 24 ساعة، يعني المتواصل، يعني باش يكون تطور تاع الشركة الناشئة في ظرف وجيز. يعني في ظرف وجيز يمكن للشركة الناشئة أن تتحول من تلك الصورة النمطية الافتراضية إلى مشروع ميداني مجسد. نعم في يعني في أحسن الأحوال نقولوا من 6 أشهر حتى لسنتين قادر يعني الإنسان الواحد هذاك يولو 100 شخص. ربما أستغل وجودك معي لسؤالك، يعني وأنت مدير وصاحب مؤسسة ناشئة، يعني عن عدد المناصب التي فتحتموها بشكل مباشر أو غير مباشر؟ اليوم بشكل مباشر رانا في 8 عمال، يعني فيهم ديفلوبر، فيهم الانفوغراف، فيهم الكثير من تخصصات. هو نهار بديت انا كنت وحدي، ومن بعد تيك بديت بلو ديفلوبر، جي ريكروتي لو ديفلوبر، بعد بدا يكبر فريق العمل، خاصه كاين ناس تجي دير عندنا ستاج براتيك ومن بعد يكملوا يوصلوا معنا العمل. يعني الحمد لله اليوم رانا قادرين نوفروا مناصب عمل مباشره او غير مباشره عن طريق عمليه التوصيل. ربما سؤال لم نتطرق له سامي هو مسألة الحاضنات في إنشاء الشركة الناشئة. هذا النقطة ربما تسيل كثير من التساؤلات لدى الشباب، مفهوم الحاضنات هام. نعم أكيد في إنشاء المؤسسة، كيف ما هو دور عمل الحاضنة في إنشاء المؤسسة الناشئة؟ الحاضنة أولا توفر لك مناخ العمل ملائم،
انك تشوف الناس راهي تنجز في مشاريعها راح يعطي لك يعني تحفيز كبير. ثانيا المرافقه اللي توفرها يوفروها الحاضنات كما انايا خرجت من الحاضنه سيدي عبد الله لامبيتي اللي نشكرهم يعني من 2017 وانا تما تبعت المرافقه لاكومبانيومون تاعهم او اي حاضنه اعمال راح توفر المرافقه ايضا للحاملين المشاريع وراح توفر لهم ايضا ان اسباس دو ترافاي يعني مكان عمل ولا دوميسيلياسيون اللي يقدروا يكريو بها لو ريجستر دو كوميرس. يعني تدخل كحامل مشروع حامل فكره تخرج بان ريجستر دو كوميرس وتزيد دوموندي لو لابيل تاعك يعني تخرج بشركه ناشئه ومن بعد تيك انت في السوق والتطور تاعك والاحوال في السوق لكن تقدر ترجع الفكره الى شركه. نعم مشاهدينا الكرام متواصلون معكم في ركن تكنولوجيا ببرنامج هذا صباح ونحن نتحدث عن المؤسسة الناشئة كيفية الحصول على علامة شركة ناشئة وصندوق تمويل الشركات الناشئة مع ضيفي بالأستوديو السيد سامي عليوش مؤسس ومدير شركة ناشئة طلبة ستور. سامي قبل سنتين من الآن لم يكن الحديث عن المؤسسة الناشئة بهذه الأهمية لكن مع ونحن نحتفي قبل أيام بالذكرى الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي وضع في برنامج عمله الاهتمام بالشباب عن طريق ترقية ودعم مؤسسات الناشئة كأحد الأولويات. يعني أنت مشروعك انطلقت فيه قبل 4 سنوات قبل سنتين حدث الديكليك مثل ما يقول في نعم الديكليك مثل ما يقول إخوة الرياضيون. ربما كيف عشتم تلك الفترة قبل الاهتمام بمؤسسات الناشئة وصولا إلى التوجه العام للدولة وتبني سياسة تدعم بشكل صريح ومباشر مؤسسات ناشئة؟ نعطيك واحد الحكاية أني رحت قبل 3 سنوات باش نفتح ان كونت سي سي بي بروفيسيونال. قلت لهم ستارت اب شركه ناشئه انا ما فهموش شو معناتها ستارت اب شركه ناشئه. عاودت مورها مور ديسمبر يعني مور ما فات يعني التصويت على رئيس الجمهوريه وخرج يعني لو بلان داكسيون تاع شركه ناشئه وتحت الوزاره عاودت وليت نفس الشخص وقلت له شركه ناشئه. قال لي مرحبا بك تفضل يعني وعاملني بطريقه يعني اخرى يعني تما شفنا الفرق بين الفتره اللي فاتت والفتره هذه والحمد لله انه الوعود هذيك كانت وجسدت على أرض الواقع. يعني لو كان ما زلنا نحكي شركة ناشئة يمكن أنها تمول شركة ناشئة ما هي لا اليوم الوزارة الوصية مشات وقطعت أشواط والحمد لله الناس راهي ترياليزي في المشاريع تاعها. وندعو أيضا الشباب اللي ما زالوا يعني يزيد يقول لك لا مشي اليوم غادا لا مشي اليوم غادا إذا راك تسنى في الظروف الملائمة ما حش يكون ظرف ملائم 100%. يعني انت اللي تخلق الظرف هذاك انت اللي تواجه السوق هذه اذا كانت حابسه انت اللي تواجهها وتلقى لنا حلول ونديروا اليد في اليد وتوفيق من الله. نعم سامي ربما نحن نتحدث في سياق عام وهو الاهتمام بالرقمنه والتكنولوجيا وادعوك لمتابعه معي هذا الروبورتاج والمشاهدين الكرام حول فعاليات الصالون الوطني للرقمنه وتكنولوجيا المعلومه والاتصال بقسنطينة. الروبورتاج من توقيع الزميل رضا تبرمسين. افتتح صبيحة اليوم بقسنطينة الصالون الوطني كونسانتيك للرقمنة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال بمشاركة نوعية من مختلف ولايات الوطن وبمرافقة خبراء لتقديم آخر الابتكارات والحلول. في الجزائر كل شيء متاح ما كان حتى حاجة راهي يعني ما كانش واحد بدا في دومان وما كانش يعني دومان خلصوه المجالات كامل ما زالت يعني قابلة للبحث. جامعة قسنطينة 2 دائما تسعى لأنها تشارك في مثل هذه التظاهرات لأن تظهر وتبرز المنتوج الجامعة اللي يقدر يعطي قيمة مضافة للمجتمع والمحيط تاعها الخارجي منه الاقتصادي والاجتماعي. الصالون والذي سيقدم مسابقتين على الهامش سيعرف مشاركة دولية عن طريق التحاضر عن بعد تصب في وضع المهنيين في ديناميكية بحث دائمة. سيكون ميلاد لأول مرة خلال 3 أيام من هذا الصالون اتفاقية شراكة جزائرية تونسية ليبية. الهدف الأساسي منها هو
بداية التفكير الجدي في تسويق الخدمة الرقمية من الجزائر لتونس ومن الجزائر إلى ليبيا. هو الحدث الأبرز في الشرق الجزائري لمحترفي تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في طبعة الصالون الأولى، يمتد على مدار 3 أيام لمؤسسات ناشئة ينتظر منها أن تكون رقما ثابتا في الاقتصاد الرقمي. نعم سامي، مؤسسات ناشئة ينتظر منها أن تكون رقما ثابتا في الاقتصاد الوطني، هل أنتم جاهزون؟ بإذن الله جاهزون، ونشوف أنه يعني الشركة الناشئة كاملة تتوجه بأفكارها نحو التصدير. نعم. يعني إدخال عملة صعبة، وهذا اللي رانا نقوله فيه يعاون الاقتصاد الوطني. إن شاء الله نكونوا عند حسن الظن، يعني عند حسن الظن تاعكم إن شاء الله. توجه العام للدولة، يعني يكون الدولة يعني التي تركز نشاطاتها حول ترقية هذه المؤسسات بالنظر إلى أهميتها في الانسجام مع طبيعة العصر الذي نعيشه. نعم. التكنولوجيا والخدمات الرقمية، يعني مهما تكون البيئة الشباب رح يلقى الحل للنهوض إن شاء الله. ربما كانت هذه الظاهرة الصحية التي عشناها مؤخرا، ظاهرة كورونا، من أهم الأسباب التي مكنت التكنولوجيا الرقمية والخدمات عبر الإنترنت من الانتشار أكثر. ما غيرت من الاتجاه تاع المستثمرين، الناس اللي كانت تستثمر في المحلات الكبيرة في لي سونتر كوميرسيو، اليوم أصبحت تستثمر في المنصات الإلكترونية، أصبحت تستثمر في التجارة الإلكترونية مع جائحة كورونا، يعني لأنه التجارة الإلكترونية توسعت ومجال التوصيل إلى المنزل توسع خلال جائحة كورونا. نشوف أنه الشباب يلقى حل مهما تكون الظروف للنهوض. ونحن نتحدث عن الشباب والحلول والنهوض، أعود لاستغلال وجودك معنا كشاب ناجح مؤسس لشركة ناشئة في طريق النجاح. في طريق النجاح وهو ما نرجوه. أن تعيد لنا وللشباب الذي يشاهدنا الآن كيفية إنشاء والالتزام بالأطر الموضوعة من قبل الدولة، من الفكرة إلى تجسيد المؤسسة الناشئة، وصولا إلى الحصول على التمويل من صندوق تمويل المؤسسات الناشئة. أنا نقدر نقول أنه هما 4 خطوات، الأولى الدراسة تاع المشروع، البيزنس بلان، ولا بريزونتاسيون يعني التعريف وخطة الأعمال تاعك، هادو الخطوة الأولى. الخطوة الثانية تفتح سجل تجاري إذا كنت حاب تدير شركة ناشئة، وإذا كنت حاب تدير مشروع مبتكر بلا ما تفتح سجل تجاري تدخل مباشرة على المنصة. في حالة ما إذا فتحت سجل تجاري، تفتح سجل تجاري عادي تدير فيه لي كود اكتيفيتي اللي راك حاب تديرهم. الخطوة الثالثة اللي راح تكون الحصول على علامة شركة ناشئة أو مشروع مبتكر. هنا تحديدا نتحدث عن الحاضر. لهنا رانا نتحدثوا على لا بلاتفورم startup.dz، وين توطين العلامه. توطين العلامه فوالا. وين نديروا لو فورمولير هذاك، نعمروا لو فورمولير تاع المينيستير بكامل المعلومات اللي تكون متوفره، رانا وجدناهم في الخطوه الاولى والثانيه، نعمروا هذاك لو فورمولير نضغطوا وننتظروا. نقطه فقط هنا حتى نوضح للشباب متابعنا الان، أنه من الضروري أن تكون المؤسسة الناشئة حاصلة على التوطين الجزائري .dz للحصول على صندوق تمويل صندوق المؤسسة الناشئة. لا لا لا، ماشي دخل هذاك، هذاك دخل في التجارة الإلكترونية. نعم. قانون التجارة الإلكترونية لتمارس تجارة إلكترونية لازم تكون التوطين تاعك. نعم. في الجزائر. نعم. هذه. وفيما يخص الخطوة الثالثة، قلنا أن تحصلنا على مشروع مبتكر أو شركة ناشئة، العلامة لما نتحصلوا عليها كاين منصة إلكترونية تاع لاسف asf.dz، تدخل تعمر لو فورمولير تما اللي عندك المعلومات من الخطوة الأولى والثانية والثالثة، تعمر المعلومات تاعك وتدفع في ظرف 20 يوم شهر يرجعوا لك، يعني الإجابة تكون بإذن الله إيجابية. نعم، هنا نفتح مسار آخر للحديث. بما أنها مؤسسة تنشط في الجزائر، أكيد أنه يحكمها قوانين الاستثمار وقوانين العمل في الجزائر. هل يتطلب ربما تقديم أسماء للضمان الاجتماعي للناشطين لعمال هذه المؤسسة؟ هل لك أن توضح لنا هذا الملف تحديدا؟ الملف تاع يعني تسيير العمال في المؤسسة. تسيير العمال في المؤسسة راح يكون تسيير على حساب المعرفة تاع مدير الشركة، أو على حساب يعني الأطر القانونية. نعم،
السيد سامي عليوش مؤسس ومدير شركة ناسئة طالب أستور، كنت ضيف فقرة تكنولوجيا ببرنامج هذا الصباح، شكرا جزيلا لك على حضورك وعلى كل هذه التفاصيل. الشكر لك. شكرا. مشاهدينا الكرام، نتوجه بكم الآن إلى غرفة الأخبار لتقديم نشرة لآخر الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 10 صباحا بتوقيت الجزائر، أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار، ومعكم صهيب حريكان. بداية، استقبل أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، استقبل سعادة سفير جمهورية باكستان الإسلامية السيد عطاء المنيم شاهد، الذي أدى له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهامه بالجزائر. وعقب الاستقبال أدلى سفير جمهورية باكستان الإسلامية المنتهية مهامه بالجزائر بالتصريح التالي: أريد أن أتقدم بالشكر للسيد رئيس الجمهورية على حفاوة الاستقبال الحار الذي خصنا به. تطرقنا مع السيد الرئيس إلى مواضيع عدة، وما لفت انتباهي الاهتمام الكبير من قبل السيد الرئيس بعنصر الشباب باعتبارهم مستقبل البلاد. تطرقنا أيضا إلى القضايا الإقليمية بالمنطقة، وقد أعجبت كثيرا بالنظرة الاستشرافية للسيد رئيس الجمهورية. بعد 3 سنوات قضيتها في الجزائر، ما زلت منبهرا بالحفاوة التي تلقيتها من الشعب والحكومة والرئيس، وهي بمثابة أفضل الفترات التي أمضيتها في مسار المهني. أود أن أشكر كل الذين التقيت بهم وقدموا لي الدعم. للأسف الشديد أغادر الجزائر اليوم، ويستحيل بالنسبة لي أن أجد بلدا أفضل من الجزائر. كما استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون سعادة سفيرة جمهورية اليونان السيدة نايك إيكاتيريني كوتراكو، التي أدت للسيد الرئيس زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهامها بالجزائر. وعقب الاستقبال أدلت سفيرة جمهورية اليونان المنتهية مهامها بالجزائر بالتصريح التالي: اسمحوا لي أن أقول لكم أني أؤدي زيارة وداع للسيد رئيس الجمهورية الذي أهنئه على مرور 2 سنة على انتخابه. تحدثنا عن العلاقة الممتازة بين بلدينا والتي بإمكاننا دائما تطويرها أكثر. أتمنى أن ترتقي هذه العلاقة في كل المجالات إلى أرقى المستويات، وأتمنى أن يزور السيد الرئيس دولة اليونان وتكون لنا مبادلات على أعلى مستوى. في موضوع آخر، وحسب بيان صادر عن المجلس الأعلى للقضاء، جرت انتخابات القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء يوم 20 ديسمبر الجاري في جميع الجهات القضائية العادية والإدارية، بما في ذلك المحكمة العليا ومجلس الدولة. وتتكون الهيئة الناخبة من 5922 قاضيا يوجدون عبر التراب الوطني، وفي الهيئات والمؤسسات الرسمية للدولة تمت دعوتهم لانتخاب 15 قاضيا طبقا لأحكام المادة 180 من الدستور من بين 142 مترشحا. وقد تمت الانتخابات في ظروف عادية وتميزت بالجدية ونسبة عالية من المشاركة، بلغت 86.64 من مجموع الهيئة الناخبة، حيث أسفرت عملية الفرزي على فوز القضاة الآتي ذكرهم، ويتوزعون حسب العدد المخصص لكل درجة من درجات التقاضي العادي والإداري، وهم
عن المحكمة العليا، نصر الدين صابر مستشار بالمحكمة العليا، رابح حماني مستشار بالمحكمة العليا، سلوى مخلوفي محام عام لدى المحكمة العليا. وعن مجلس الدولة، عبد العزيز نويري رئيس غرفة مجلس الدولة، الأخضر بن أحمد مستشار دولة بمجلس الدولة، بن عبد الله واضح مفتش عن محافظي الدولة. عن المجالس القضائية، عبد الوافي خليفي رئيس مجلس قضاء أضرار، نبيلة حمدان مستشارة بمجلس قضاء الجزائر، فيصل بن دعاس النائب العام لدى مجلس قضاء ورقلة. وعن المحاكم الإدارية، العيدي عوداش رئيس المحكمة الإدارية الطارف، حدة توام رئيسة المحكمة الإدارية الإندية، وصالح سعود محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية ببسكرة. وعن المحاكم، فيصل بلقسام قاضي بمحكمة بئر مراد رئيس، محمد أمين مقرني قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي، هشام دسوس وكيل جمهورية مساعد لدى محكمة الرويبة. هذا وكان رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد عبد المجيد تبون قد ثمن خلال ترأسه اجتماع لمجلس الوزراء الأخير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، مبرزا أهمية هذه الهيئة في استقلالية جهاز العدالة، وهي أولوية عكف القاضي الأول في البلاد على تكريسها منذ انتخابه رئيسا للجمهورية قبل سنتين من اليوم. تفاصيل أوفى في سياق تقرير دلال بوطبة. تحملت هذه المكاتب والقاعات ثقلا كبيرا وقع فيه ميزان العدالة بين مطرقة الضغوط وسندان القرار، واقع جعل من الصعب استرجاع ثقة المواطن في سلطة القانون. تطلب إيجاد تلك الحلقة المفقودة عزم القاضي الأول في البلاد على إعطاء السلطة القضائية المكانة التي تستحقها، احترام أحكام القضاء والسهر على تنفيذها من قبل الجميع، وأقول الجميع مهما كانت مكانتهم في هرم الدولة، دون استثناء، لأن تنفيذ الأحكام هو شرط أساسي وجوهري نابع من سيادة الشعب، لأن الأحكام تصدر باسم الشعب. ما نقدرش نبني دولة تاع قانون إلا كان يصدر قرار في حق مواطن وما ياخذش حقه. الدستور الجديد كان نقطة التحول نحو صفحة جديدة تؤسس لبناء دولة الحق والقانون، فتضمن أحكاما غير مسبوقة تجعل من استقلالية القضاء حقيقة لا شعارا، حين منح للمجلس الأعلى للقضاء كافة الصلاحيات لتسيير شؤون القضاة. سرت الجزائر على نهج جديد يفرض هبة الدولة، فبشرت العمل على قوانين تمس مباشرة أمن وسكينة المواطن، فأجرت تعديلات على قانون العقوبات، خصت جرائم حرائق الغابات، الجرائم الإلكترونية ونشر خطاب الكراهية وعرقلة الإدارات والمؤسسات. وسيضرب القضاء بيد من حديد الرؤوس التي تتعمد خلق الندرة في الأسواق بتجريم المضاربة غير المشروعة. حركية في مجال التعديلات القانونية، إنشاء القطب السيبراني الذي يختص أيضا بالمتابعة والنظر في الجرائم الإلكترونية، فيه تفكير أيضا في تعديلات كثيرة تمس تهدف إلى تحقيق استقلالية القضاء، ولعل الأمر يتطلب في هذا المرحلة القادمة تدعيم الآلية القضائية بموارد بشرية. كان لزاما أيضا تكييف الأحكام القانونية مع الواقع الاقتصادي لوضع حد لتراكمات قيدت المبادرات، أضرت بالأشخاص وشلت الفعل الاقتصادي. رفع التجريم عن التسيير وإدراج تعديلات في القانون التجاري وقانون الإجراءات الجزائية وقانون الفساد، ورشات فتحت في ظل الإرادة القوية لمواصلة محاربة الفساد بعد إعطاء الرئيس الضوء الأخضر للقضاة حين التزم بحمايتهم.
بالخصوص هذه التعديلات انصبت على إنشاء قطب اقتصادي يختص بالنظر بالمتابعة والفصل في القضايا التي لها صلة بكل أشكال الجرائم المتعلقة بالفساد. مراجعة السياسة العقابية في واجهة الاهتمام أيضا عبر اعتماد عقوبات بديلة تعود بالنفع أولا على المفرج عنهم وعلى النزلاء والمجتمع. نظرة إصلاحية عميقة لم تتوقف عند مراجعة القوانين، بل نصبت الجزائر أول محكمة دستورية في تاريخها تحصن البلاد من أي هزات سياسية وتتولى الرقابة على دستورية القوانين. تغييرات تراهن على التأسيس لصفحة جديدة مع عدالة يطمئن المواطن حين يتوجه إلى أروقتها، فحين يعتدل ميزان العدل تعتدل كل القطاعات والمجالات. إلى الانشغالية الصحية الآن وفي تطورات الوضعية الوبائية بالجزائر، حيث تم تسجيل ارتفاع محسوس في عدد الإصابات بفيروس كورونا التي بلغت 310 إصابات جديدة وثمان وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما تمثل 192 مريضا للشفاء، وهذا حسب بيان لوزارة الصحة. وضمن الجهود الوطنية لمكافحة الوباء، لقاء جمع وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمن لطفي جمال بن أحمد برئيس المدير العام للمخابر الصينية سينوفاك، وذلك لتقييم منتوج كورونا فاك الجزائري والشروع في عملية الاستغلال المحلية والتوجه نحو التصدير في المستقبل القريب. الوفد الصيني أبدى ارتياحه لمطابقة كورونا فاك للمعايير العالمية المعتمدة في انتظار المصادقة على المنتوج من قبل الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية والمنظمة العالمية للصحة. دوليا في شأن الصحراوي، أقدمت سلطات الاحتلال المغربي على منع الأسير المدني الصحراوي عبد الله الوالي خفاوني الموجود بسجن القنيطرة من التواصل مع العالم الخارجي، حسب ما أفادت به رابطة حماية السجناء الصحراويين. وذكرت الرابطة أن إدارة سجن القنيطرة صدرت كافة الرسائل والمراسلات التي بعثها الأسير خفاوني إلى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية المدافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. أمنيا، فنفذت وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربية بقطاعات الفرسية وحوزة وأوسرد والمحبس، وهذا حسب بيان لوزارة الدفاع الصحراوية. دعا تحالف فيدرالية اليسار المغربي إلى المشاركة بقوة في الوقفات الاحتجاجية المقررة اليوم الأربعاء للمطالبة بإسقاط التطبيع وما تلاه من اتفاقيات عسكرية وأمنية مع الكيان الصهيوني، والتي تمثل سابقة خطيرة في المنطقة العربية، وذلك بمناسبة الذكرى الأولى للتوقيع على اتفاقية التطبيع المشؤومة. وحذر التحالف في بيانه من مخاطر تطبيع نظام المخزن لعلاقاته مع الكيان الصهيوني على المملكة والمنطقة المغاربية. وكانت قد وقعت منظمات وهيئات طلابية وشبابية مغاربية منضوية تحت لواء الائتلاف الشبابي المغاربي لنصرة القدس وفلسطين ميثاق النصرة في سياق ما اعتبرته تطورات خطيرة على الصعيد المغاربي من تسارع لوتيرة التطبيع وإيمانا من الموقعين بعدالة القضية الفلسطينية. في الشأن الفلسطيني، استشهد أمس شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال إثر إطلاق النار على مركبته واشتعالها جنوب غربي جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. من جهة أخرى، دعا منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، دعا الكيان الصهيوني إلى وقف أنشطته الاستيطانية على الفور في بوصفها انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة.
بخصوص الأزمة الأوكرانية الروسية، تصاعد حدة التوتر بين الغرب وموسكو، حيث تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد العسكري والتقني على التهديدات الأخيرة لحلف الناتو والغرب، مجددا دعوته بإعطاء ضمانات أمنية من خلال توقيع معاهدات تحظر أي توسع مستقبلي لحلف الأطلسي. هذا وقد اتهم بوتين الولايات المتحدة بخرق المعاهدات وانتهاك القانون الدولي وفق ما يناسبها. أخيرا وعن ملف كورونا عبر العالم، وفي تحذير جديد لمنظمة الصحة العالمية من خطورة المتحور أوميكرون، وصف ممثلها من جنيف انتشاره بعاصفة جديدة تتشكل في أوروبا، حيث ضاعفت القارة العجوز من القيود ورفعت مستوى التحذير إلى درجات قصوى مع احتفالات رأس السنة. هذا وكشفت واشنطن أنها جاهزة لمواجهة المتحور أوميكرون في خطة استباقية أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن. بهذا مشاهدينا نأتي إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها لكم من الإخبارية الجزائرية. نشكر لكم طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متواصلون معكم مشاهدينا الكرام في الساعة الثالثة من برنامج هذا الصباح من الإخبارية الجزائرية. الآن نربط الاتصال بقسنطينة، حيث يلتحق بنا الزميل زكريا تهامي للحديث عن فعاليات الصالون الوطني للرقمنة وتكنولوجيا المعلومة والاتصال. زكريا، هل لك أن تضعنا في صورة الحدث عندك؟ صباح الخير زكريا ميهوبي. إذن متواجدون مباشرة بفعالية الصالون الوطني للرقمنة وتكنولوجية الاتصال. يحضر معي مباشرة محمد سيف الدين، منظم الصالون. صباح الخير محمد. صباح الخير زكريا. الله يعيشك محمد. يعني الصالون متواصل منذ 3 أيام، ماذا قدم الصالون لحقل المعلوماتية في الجزائر؟ أولا مرحبا بالمشاهدين الكرام. الصالون يعني لاقى نجاح منقطع النظر، نجد أنه نسبة كبيرة من الزوار، كذلك بالنسبة للشركات كثير من الشركات عقدت اتفاقيات، وكذلك نجد أنه كان تحت رعاية وزارة الرقمنة وتكنولوجيا وزارة الرقمنة والإحصائيات، وكذلك والي ولاية قسنطينة الذي أعطانا الدعم الكافي لإنجاح هذا الصالون، والحمد لله نتائج جد مبهرة. منذ درك حوالي 3 أيام نسبة كبيرة من الزوار، وكذلك لاقى نجاح كبير. يعني هناك يعني مختلف العريضين من مختلف ربوع الوطن، يعني هل هناك من أبرم عقود، يعني عقود ذات مستوى، يعني ربما مع مختلف الشركات، بما أننا نتكلم على الرقمنة ودورها الفعال في الحياة اليومية لكل العقول؟ يعني نعم، كاين مؤسسات اللي مضاو عقود، وحاليا زارتنا، نعطيك مثال، زارنا مجلس شعبي، اعضاء مجلس شعبي بلدي منتخب، اللي جاو يحوسوا يعرفوا مجالات الرقمنة وانهم يمشيوا للرقمنة. يعني الصالون في طبعته الأولى، ما هي التحديات المستقبلية لضمان نجاح هذا الصالون؟ يعني ونظن أنه كل يعني العارضين يتمنوا مثل هذه الصالونات، ويتمنوا أنه هذه الصالونات ربما تستمر، ويعني من حقل يعني الوطني إلى ربما إلى صالون دولي.
هو حاليا راح يكون صالون كأول طبعة راح ولا بصمة لولاية قسنطينة كأول صالون في مجال الرقمنة في الشرق الجزائري. مدى بينا نطوره المرة الجاية إن شاء الله راح يكون أكبر من عدد العارضين، راح يكون أكبر بالنسبة كذلك للملتقيات، راح نديرو نسبة أكبر من الملتقيات. والحمد لله لقينا الدعم من الدولة ومن وزارة الرقمنة وكذلك والي ولاية قسنطينة اللي خلانا شجعنا على أننا إن شاء الله الطبعة الثانية راح تكون أفضل من الأولى إن شاء الله. دام تألقكم ودامت أيام صالون كوستانتينتيك، عودة لك زكريا ميهوبي إلى بلاطو هذا الصباح. زكريا تهامي شكرا لك، كنت معنا من قسنطينة للحديث عن الصالون الوطني للرقمنة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال بقسنطينة. مشاهدينا الكرام متواصلون معكم في فقرات برنامج هذا الصباح، بعد الفاصل نستقبل ضيف الصباح. وفي ركن ضيف الصباح لنهار اليوم سنرحل بكم مشاهدينا الكرام إلى عالم الصورة الفوتوغرافية، حيث استقبل السيد هشام بدري مصور فوتوغرافي هاوي. أهلا بك سيد هشام. صباح الخير ومرحبا بكم جميعا. ربما سيكون لنا حديث متعدد هشام حول أهمية الصورة الفوتوغرافية في الترويج للسياحة، وكذا المخيم الوطني السادس للإعلام في طبعته الثامنة حول السياحة الصحراوية. بسم الله، في البداية سنتحدث عن الصورة الفوتوغرافية أولا. قبل ذلك أود أن أعرف بنفسي، أنا هشام بدري من مدينة بئر العاتر ولاية بسا، 26 سنة، متحصل على شهادة ماستر في الإعلام تخصص سمعي بصري. لي العديد من الهوايات من بينها التصوير والسفر، فالسفر يفتح الذهن ويزيل الهموم ويكسب المرأة العديد من الآداب والعلوم. كل هذا إنما يكون من خلال توثيق الصورة، فحين أسافر وأزور أماكن عدة أسعى دائما إلى التقاط صور عديدة ثم أضيف إليها نصوصا لأبثها في أحسن حلة ولتكون واضحة للمشاهد، لأعرفه بمكان أو أصحح نظرته حول مكان أو حدث. وهذا هو الهدف من التصوير، سواء كان كهواية كما أمارسه أنا أو كاحتراف بالنسبة لمصور آخرين. إذن هي هواية ممنهجة هشام؟ تقريبا هي هواية أضفت لها لمستي من خلال ما اكتسبته من تخصص الإعلام والاتصال، فأحاول دائما ربط المتعة بالفائدة. نعم هشام، ربما ينعقد في هذه الأيام بولاية جيجل المخيم الوطني السادس للإعلام في طبعته الثامنة حول السياحة الصحراوية، هل لك أن تحدثنا عن هذا المخيم؟ هل شاركت فيه؟ ما الذي يفتحه المشاركة تفتحه المشاركة في مثل هذه الصالونات والمخيمات للمصورين الهواة؟ بالنسبة للمخيم الوطني السادس للإعلام، هو المخيم الذي شاركت فيه. سادس وليس ثامن. هو السادس، أما شاركت فيه قبل سنتين، أما الآن ففي هذا الوقت بالذات من شهر ديسمبر تجري الطبعة الثامنة من هذا المخيم، وهو مخيم شباني فيه العديد من التخصصات من بينها الإعلام، وحيث يمثل كل شخص ولايته، وقد قمت بتمثيل ولايتي في تخصص الإعلام وشاركت بتقرير مصور حول السياحة الصحراوية في هذا المخيم. وقد أتاح لي هذا المخيم التعرف على أصدقاء، التعرف على أناس في الميدان، من بينهم أيضا أشخاص قاموا برحلات نحو الجنوب الكبير وقدموا أعمالا شيقة في هذا المجال. ربما نشاهد هذه الصور لجنوبنا الكبير، وهو رسالة ترويجية لمختلف المعالم التي يزخر بها جنوبنا الكبير، تلك الصور الرائعة لمختلف الكنوز التي تزخر بها الجزائر من خلال هذه الصور الفوتوغرافية التي يمكن أن تكون سفير السياحة الصحراوية. هشام، بالنسبة لهذه الصور أحاول دائما توثيق اللحظة
حيث أن نظرة الجزائري تبقى دائما ناقصة إن لم نقل خاطئة عن الصحراء، فهناك من يعتقد أنها مجرد رمال شاسعة ممتدة على مد البصر تماما كما هو البحر الأزرق، لكنها مختلفة تماما. فهناك المناطق الصحراوية لا تحتوي تماما على وهناك مناطق صحراوية لا تحتوي تماما على رمال، مثل منطقة تدرارت روج في جانت، تدرارت الحمراء، ومناطق حتى صور اجتماعية بالضبط. مثلا هذه الفتاة رحمة لديها جانب إنساني ما شاء الله، رغم صغر سنها تقوم بالاعتناء بفتاة أقل منها، وحيث تسكتها وتلهيها وتحملها على ظهرها وبين كفيها في كل مكان بابتسامتها الهادئة. قمت أيضا بوضع ما يشبه النص أو القصة حول هذه الصورة، ولاقت رواجا كبيرا في مواصل التواصل الاجتماعي. تعطينا بعض الشيء عن النص الذي رافقته بهذه الصورة؟ هذه الفتاة تدعى رحمة، وهي من مدينة تمراست، من مدينة إدلس في تمراست. إدلس نعم، بعيدة جدا عن تمراست. هناك لا توجد المرافق العامة أو دور التسلية أو دور الحضانة، حيث تقريبا الأطفال وحدهم من يصنعون جوا خاصا بهم، وهناك من بين الجيران من يترك أبناءه لدى أطفال صغار، يعني منظر ما شاء الله، تجدهم تحت ظل نخلات في الشارع يتجمعون ويجلسون بهدوء، يبتسمون للغريب ويرحبون به. يعني أناس الصحراء، أناس مضيافون من صغيرهم إلى كبيرهم. ترحاب سمة سكان أهل الصحراء. بالضبط، في الصحراء يرحب بك الجميع ويدخلك إلى بيته، ولا يتركك دون عشاء أو وجبة أو جلسة شاي، وفيها السهر والسمر والحديث عن مآثر الصحراء. نعم، وهو طيب. ما أحاول دائما توثيقه من خلال الصورة ومشاركته. طيب هشام، ربما باعتبار أنك مصور هاوي وأكاديمي بحكم أنك درست دراسات ما بعد التدرج في علوم الإعلام والاتصال، تعرف قيمة الصورة الفوتوغرافية وما يمكن أن تحدثه الصورة الفوتوغرافية. هل هذه الصورة، الصور الفوتوغرافية، يمكن لها أن تحدث ذلك الاستقطاب لدى المتلقي للصورة الفوتوغرافية لبناء ثقافة تتعلق ب تحريك السياحة الصحراوية من خلال مختلف المكنوزات الثقافية الإنسانية والطبيعية التي يزخر بها جنوبنا الكبير؟ إذا تحدثنا عن الصورة فيجب أن نتحدث عن عصر الصورة. نحن الآن نعيش عصر الصورة بكل مكوناتها، سواء كانت صورا ثابتة فوتوغرافية أو صورا متحركة في شكل فيديو، ودائما نشر الصورة لديه مصداقية أكبر من أي حديث آخر. قد نقرأ كتبا عن السياحة الصحراوية وعن السفر مثل ما هو الحال مع كتاب الخيميائي، لكن لن تشعر بتلك المناظر ما لم تشاهدها. صحيح أنها تفتح الذهن، ولكن بالصورة تستطيع أن تلامس الواقع. من خلال الصورة نستطيع دائما أن نربط الواقع بأناس نعايشهم. مثلا هناك أشخاص حين يشاهدون التلفزيون مثلا أو ريبورتاجات حول في اليوتيوب أو الإنترنت حول السياحة الصحراوية، قد لا يشعرون بذلك بقدر ما يشعرون به إذا زار الصحراء شخص يعرفونه. هل هنا ونحن نتحدث عن عصر الصورة إمكانية حدوث الاستقطاب بالصورة وارد أم لا؟ نعم، وارد جدا. أنا مثلا حين زرت الصحراء ونشرت هذه الصور تواصل معي العديد من الأناس، سواء غرباء أو من المعارف والأصدقاء. قصدك من الأجانب؟ قصدي نعم، من الأجانب. هناك من أشخاص من تونس، هناك أشخاص من فرنسا تواصلوا معي، ودائما كما أقول هناك ما يعرف بقادة الرأي. حين أضع أنا صورة وأتواصل بشكل مباشر مع مشاهدي تلك الصورة ومع المعجبين، فأصف لهم المكان وأصف لهم كيفية الذهاب إليه سواء برا أو عبر الطائرة، فذلك يحدث نوعا ما تواصل شخصي يجعل المتلقي أو المشاهد يرغب في خوض تلك التجربة بصفة شخصية ويتحمس أكثر لزيارة تلك الأماكن. وحين نتحدث عن الصحراء، ليست الصحراء في الجنوب الكبير فقط، تمنراست وجانت وإليزي والأهجار
الغار، هناك مناطق صحراوية قريبة، هناك وادي سوف مثلا قمة في الجمال، قمة في المضيافية، هناك بسكرة بواحاتها وأناسها الطيبين، وهناك غردايا، وكل ولاية تتميز بخصوصياتها وطابعها الذي يجعلها مختلفة تماما. كلهم في الصحراء ولكن الطبيعة تختلف، الناس يختلفون، العادات تختلف، وكل هذه الأشياء تجعلنا نكتشف أن هناك عوالم كثيرة أخرى تستحق أن تكتشف وتستحق أن تزار. نعم هشام، ربما الحديث عن الصورة وعالم الصورة يقودنا رأسا إلى الحديث عن التسويق لهذه الصورة عبر الفضاءات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، واستشهدنا بحادثة لصورة كان قد التقطها أحد المصورين الهواة من ولاية النعامة، المصور الكريم مشتاضة الذي نحييه من هذا المنبر، صورة لكثبان رملية بولاية النعامة بمنطقة عين الصفراء وهي متلجة، يعني تغطيها طبقة من الثلوج. صورة جابت، ربما قد مرت عليك هذه الصورة، جابت كل أقصاع الدنيا حيث تداولتها مختلف وسائل الإعلام العالمية على غرار وكالة الأنباء اليابانية في ألمانيا في كل بقاع العالم. هل يمكن استغلال وسائل التواصل الاجتماعي كمنبر للتعريف بالمكنوزات الثقافية من خلال استغلال هذه الصور الفوتوغرافية؟ نعم ممكن جدا، بل هو ضروري، ليس ممكن فقط، فمن خلال هذه الوسائط يمكننا دائما الترويج والإشهار لهذه المناطق، وهناك عدة أساليب، مثلا مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والإنستغرام وتويتر، لكن هناك أساليب أخرى مثل جوجل مابس، فحين يقوم الشخص بإضافة صور إلى المكان الذي زاره هناك أشخاص كثيرون يعتمدون على جوجل مابس أو خرائط جوجل في تصفح المكان، فيضغطون للبحث عن المكان ومعرفة المسافة والاتجاهات، ثم يضغطون على الصور المشاركة هناك. أنا حين وضعت تلك الصور الخاصة بمدينة جانت وصلت إلى 17,000 مشاهدة في ظرف قياسي. هناك مثلا صديقي من بئر العاتر نحييه نوجه له التحية، سفيان محمد عمري، قام بتصوير صورة من منطقة الأهجار ونالت المرتبة الأولى عالميا في مسابقة ويكي لافز أفريكا أو ويكي تهوى إفريقيا من خلال ذاك الغروب الساحر في أجمل غروب للجزائر. هذا مثلا هذا النموذج أو هذه الصورة ستسوق عالميا، وحين نفتح ويكيبيديا ونكتب الجزائر أو المناطق الصحراوية أو الأهجار ستخرج تلك الصورة مباشرة لكل العالم وسيشاهدها الملايين. مثل هذه اللقطات على صغرها ستجعل من الجزائر قطبا سياحيا وستجعلنا نتحمس أكثر. نعم هشام، استسمحك لي نربط الاتصال للحديث عن نمط إبداعي آخر وهو الطبعة 13 لمهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم الذي ينعقد من 22 إلى 26 ديسمبر، وأسعد باستقبال عبر الهاتف محافظ المهرجان السيد سليم إبراهيمي. أهلا بك سليم. شكرا، صباح الخير سليم. ماذا عن برنامج هذه الطبعة 13 للشريط المرسوم في بدأ؟ عدد المشاركين يعني مختلف البرامج والفقرات التي يتضمنها برنامج هذه الطبعة. هذه طبعة 13 كما قلت سيدي هي تحت شعار طبعة الانبعاث، ويعود المهرجان بعد غياب طال تقريبا سنتين نتيجة لجائحة كورونا فيروس. وشريط المرسوم أي هو الفن التاسع، الفن الراقي، يعود من جديد بنفس جديد مع عدة ضيوف من عدة دول. الجزائر بالطبع نحن نفتخر بمؤلفينا الجزائريين، ضيف الشرف تونس الشقيقة، وأيضا عندنا عدة ضيوف من عدة بلدان مثلا ساحل العاج، اليابان، الولايات المتحدة، فرنسا، وعدة دول أخرى، بولونيا مثلا. هناك خمسة دول مشاركة عبر أعمالهم أو عبر محاضرات دولية أو لقاءات مع الجمهور. في هذا البرنامج توجد عدة ورشات بيداغوجية الهدف منها تكوين الشباب في رسم وقراءة شريط المرسوم، منها مثلا ورشة أحكي لي بطلك، وهي ورشة تحكي فيها حكواتية قصص على شخصيات من تاريخنا الجزائري، مثلا فاطمة سومر، لالا فاطمة سومر، الأمير عبد القادر، أو جوحة مثلا
وفي الأخير يرسم مشاركو الأطفال اللي يشاركوا في هذه الورشة هذه شخصية على شكل شريط مرسوم. هناك ورشات أخرى، ورشة جديدة وهي ورشة الرسم الرقمي السريع، أين يتعلم فيها المشاركون كيفية رسم بطرق تقنيات جديدة الشريط المرسوم. هناك ورشات أخرى، ورشات للمراهقين، ورشات للأطفال كيف يتعلمون ما هو الشريط المرسوم، ما هي طريقة العمل لإنشاء شريط المرسوم، لأنه فن راقي وعنده لغته الخاصة. هناك محاضرة دولية، منها مثلا محاضرة مع اليابان مع جامعة تسوكوبا اليابانية، وهناك عدة محاضرين من اليابان سيشاركوننا مباشرة من هذا المنبر. وهناك أيضا ضيوف تونسيين هم معنا، وبدأوا يتشاركون الأجنحة مع الجزائريين، وبدأت نقاشات المهرجان لم يبدأ بعد، وبدأ المشاركون يلتقون والفنانين يلتقون، وهذا هو الهدف الأول من المهرجان، يعني بناء جسور بين الدول من خلال شريط المرسوم. نعم سليم، ربما مهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم أثبت نفسه كتقليد سنوي في الجزائر لاستقطاب مختلف المهتمين بهذا المجال الإبداع في الشريط المرسوم، يعني هل وأنت تتحدث عن برنامج هذه السنة ما الذي يميز الطبعة 13 للشريط المرسوم بالجزائر؟ ماذا يميز هذه الطبعة؟ وهي العودة بعد هذا الغياب الطويل، والاتجاه الذي اخترناه وهو التكوين، حيث أننا أمضينا اتفاقية مع المدرسة العليا للفنون الجميلة فيما يخص مجال التكوين، وهناك مجموعة من طلبة المدرسة العليا للفنون الجميلة التي تشارك كل يوم في عمل مهرجان. هناك أيضا جدارية ستتكلم عن شريط المرسوم وطريقة مكافحة شريط المرسوم، مكافحة كورونا فيروس عن طريق شريط المرسوم. احتفالية الافتتاح ستكون اليوم على الساعة 3 بحضور سيدة وزيرة الثقافة والفنون وبحضور وفد كبير من الفنانين الجزائريين والأجانب. نعم سيد سليم إبراهيمي محافظ مهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم، كنت معنا عبر الهاتف الحديث عن الطبعة 13 لهذا المهرجان. شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل، ونعود مشاهدينا الكرام لاستكمال الحديث مع ضيف الصباح السيد هشام بدري المصور الفوتوغرافي للحديث عن عالم الصورة وعالم الثقافة. في تداخل كبير ما بين الصورة والثقافة هشام. أكيد هناك تداخل كبير بين الثقافة والصورة وبين المجتمع بصفة عامة، فحين نتحدث عن التصوير نحن نتحدث عن المجتمع. هناك تصوير الشارع يعتمد على تصوير الأشخاص ونقل المشاعر ووصف الأحداث، وهناك تصوير الطبيعة الذي يهدف إلى وصف ونقل صورة عن مكان معين، وهناك توجه إلى دفع السياحة من أجل زيادة الأشخاص السياح. نعم لاستقطاب السياح. هشام سؤالي لك الآن، هل يمكن للصورة الفوتوغرافية أن تتحدث الثقافة والسياحة معا؟ كيف مثلا؟ الصورة تبرز المكنونات الثقافية المتواجدة في مكان ما في زمان ما. نعم ممكن جدا، وحين أربط ذلك بالصحراء وأربط ذلك بتجربتي الشخصية، هناك في الصحراء مهرجانات مثل مهرجان السبيبة في ولاية جانت، وقد شاهدت أيضا كاميرا تلفزيون هناك. نعم هناك مهرجان سنوي يغطيه تلفزيون جزائري باستمرار. نعم هناك طابع، هو مهرجان راقي لاحتفال ويبرز أهم عادات المنطقة في الاحتفال بعيد عاشوراء. نعم وهناك قصص تاريخية كثيرة تربط هذا المهرجان بالواقع، فهنا نحن ربطنا الصورة بأحداث تاريخية وثقافية. هناك قبيلتان في مدينة جانت نسيت اسمهما بالضبط، وكان هناك صراع بينهما، صراع دام على مر العصور، وحين انتهى ذلك الصراع وحل السلام بقي الاحتفال بالأسلحة ولكن بطابع سلمي ودي، وهناك منافسة بين القبيلتين لإبراز أي القبيلتين أفضل على الأخرى، يعني وذلك من خلال العروض والصور الملتقطة وعدة أشياء أخرى. هنا نحن ربطنا ثقافة إنسانية راقية، هي صور للاحتفاء بتحقيق السلم. أكيد
وكل ذلك تجسده الصورة وتحفظه الصورة للمشاهدين وللأجيال اللاحقة أيضا. فحين نتحدث عن مهرجان راق مثل هذا المهرجان يجب أن تصل الصورة إلى كل الجزائريين وإلى حتى السياح من الخارج ليشهدوا مهرجانات أخرى وأعداد أخرى من هذا المهرجان وغير ذلك من الأحداث. هشام، هل لك أن تحدثنا عن مشاريعك في عالم الصورة الفوتوغرافية؟ بالنسبة للصورة أنا دائما أعتبر نفسي هاوية تصوير، فأنا أحب التصوير وأحب نقل الحقائق وأحب الإعلام. فبالنسبة لي سأسعى دائما إلى حمل كاميرتي سواء كاميرا محمولة أو كاميرا الهاتف فقط لالتقاط صور جميلة للتعريف بجمال بلادي لتخليد لحظات إنسانية معينة. فدائما أربط الصورة بالمشاعر الإنسانية وأسعى لتخليدها أو على الأقل محاولة وصفها. أما بالنسبة لي لمشاريعي في التصوير فأنا لا أهدف لأن أكون مصورا محترفا، ولكن أهدف لأن أترك بصمتي في هذه الحياة. بصمتك في هذه الحياة ترتبط بوجودك في اللحظة المناسبة في المكان المناسب. أكيد. نعم. وغير ذلك قد تكون الكتابة المرافقة للصورة أهم من الصورة في حد ذاتها. فحين أضع أمامك صورة صماء لمكان ما قد لا تستكشف قصته أو معلوماته بقدر ما تضيفه لك تلك الكتابة. نعم، هو نمط إبداعي موجود أنه إرفاق الصورة بالنص. أكيد. ربما أرى ذلك مهما جدا. يكون في عادة تعبير مباشر أو تعبير إيحائي لمضمون الصورة. نعم. هل لك مشاريع لتأليف في هذا المجال؟ مشاريع للتأليف حاليا أحاول الكتابة دائما بشكل مستقل. ربما تكون هناك مشاريع مستقبلية للكتابة، لكن أفضل النوع على الكم. فأنا ألتقط الكثير من الصور ولا أشارك إلا القليل منها. نعم. وتلك القلة من الصور التي أشاركها أسعى دائما لتوثيقها وإضافة نصوص لها، سواء نصوص إبداعية من تأليفي أو نظرتي أو تخيلي أو نصوص واقعية أصف فيها ما شاهدت بأمانة. نعم هشام، ما هو معروف أنه الدوافع الوجدانية في الرؤى الإبداعية للأشياء قد تختلف من شخص إلى آخر. الشخص الموهوب والموهوب بالفطرة قد يحتاج إلى تكوين بسيط ليرتقي إلى عالم الإبداع المثالي. أنت ومن خلال حديثي إليك أرى فيك ذلك النموذج الراقي للشباب الذي يمكن له أن يجسد عناصر الثقافة الجزائرية بأبعادها التاريخية والثقافية والسياحية من خلال القلم والصورة. هل لك أن توضح لنا من خلال تجربتك ما هي الكيفية التي تراها مناسبة لتسويق لكل مكنوزاتنا الثقافية والاجتماعية والتاريخية من خلال الاعتماد على الصورة والكتابة والتأليف؟ هناك عدة طرق قد ينتهجها الشباب أمثالي، لكن بالنسبة لا أعتبر نفسي موهوبا، فأنا إنما دخلت هذا المجال بدافع الغيرة. هذا إفراط في التواضع يا أستاذ. لا، ليس تواضعا، هي محاولات جادة ومستمرة قد تسمح للشخص بالوصول إلى مستوى معين دون الحاجة إلى الموهبة. فالموهبة قد تكون شيئا فطريا وقد تكون شيئا مكتسبا، أليس نعم. كذلك؟ نعم. أنا دخلت إلى الإعلام بدافع الغيرة من زميلتي أختي في الجامعة، فقد كانت تدرس الإعلام وقد شاهدت لها ريبورتاجا قامت بإعداده. قلت لأختي آنذاك أنا أيضا أستطيع إعداد تقرير، أستطيع تصوير شيء ما، ولم أكن أملك لا كاميرا ولم أكن أملك ذلك الحس الفني، لكن من خلال تجربتي شعرت أن بإمكاني تقديم المزيد. أحاول دائما تدعيم مكاسبي اللغوية والتصويرية. قد لا تكون صوري مثالية إن نحن أسقطنا عليها معايير التصوير الفوتوغرافي، ولكنها دائما تحمل بعدا وإضافة قد نحتاج إلى توثيقها، وهذا ما على الشباب فعله في هذه الأيام. والأهم هو أن تحمل هذه الصور تلك الرسائل التي تفيد. أكيد. تفيد الشاب الوطن والمجتمع. فالصورة والنص دائما هما يشكلان رسالة، وعلى نعم. الرسالة أن تكون هادفة. نعم، هشام بدري مصور فوتوغرافي، كنت معنا في فقرة ضيف صباح ببرنامج هذا صباح للحديث عن أهمية الصورة في الترويج للسياحة الصحراوية. شكرا جزيلا لك على تلبية دعوة البرنامج. شكرا لكم على الاستضافة وإلى اللقاء.
نعم شكرا لك هشام. مشاهدينا الكرام متواصلون معكم في فقرات برنامج هذا الصباح، ونلتقي بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام سعداء جدا بمواصلة خدمتكم بعد الفاصل. أخبار الرياضة. وفي فقرة أخبار الرياضة يلتحق بنا الزميل وليد غريبي. أهلا بك وليد. أهلا بك زكريا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى أخبارنا الرياضية لهذه الصبيحة والمستهل بالرابطة المحترفة لكرة القدم، حيث تعقد في هذه الأثناء جمعيتها العامة الانتخابية بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى. هذا وكانت الرابطة قد أعلنت في وقت سابق على موقعها الرسمي عن القائمة النهائية للمترشحين، والتي تضمنت الرئيس المنتهي عودته عبد الكريم مدوار كمترشح وحيد لرئاسة الهيئة المسيرة. وفيما يلي نستمع لكلمة المترشح الوحيد عبد الكريم مدوار على المباشر من مركز سيدي موسى. نقدر دائما نروح في السياسة تاع الإعانة تاع الوقوف تاع المرافقة للأندية في الظروف الصعبة، وكذلك نرافق الأندية تاعنا اللي راهي متأهلة إلى دور المجموعات في البرمجة في الأمور حتى المادية إذا تطلب الأمر ولا كان بمقدورنا. كذلك الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم التي تسهر على السير الحسن للرجوع إلى الشرعية تاع الرابطات الوطنية ومنها الرابطة المحترفة، نشكرها ونشكر المكتب السابق برئاسة السيد خالد الدين زتشي الذي فوضني. ولمزيد من التفاصيل معنا مباشرة عبر الهاتف من المركز التقني بسيدي موسى الزميل بلال بناري. بلال صباح الخير أولا، ثانيا كيف هي الأجواء بمركز سيدي موسى؟ صباح النور، تحية لك الزميل وليد غريبي ولمشاهدينا الكرام في هذا الصباح. طبعا كنت تستمع كما كان المشاهدين يستمعون إلى الرئيس الذي خلف نفسه على رأس الرابطة المحترفة لكرة القدم ولم يعد مترشحا، بل جرت العملية الانتخابية قبل لحظات برفع الأيدي، حيث عبر أو انتخب أعضاء الجمعية العامة بالأغلبية الساحقة على انتخاب عبد الكريم مدوار رئيسا للرابطة المحترفة لكرة القدم للعهدة الأولمبية المقبلة. وتمت عملية التصويت برفع الأيدي، حيث حضر
المحضر القضائي الذي أفادنا بتواجد 22 عضو من أعضاء الجمعية العامة من أصل 25، وبالتالي النصاب اكتملها فجرت العملية الانتخابية. ويذكر بأن مضوار كان على رأس الرابطة المحترفة لكرة القدم وخلف الرئيس السابق محفوظ قرباش سنة 2018، بمعنى أنه قضى سنتين على رأس الرابطة المحترفة قبل أن تأتي سنة الكوفيد، أين توقفت كل الأنشطة الخاصة بالانتخابات والجمعيات الانتخابية. وبالتالي هذه السنة أو العهدة الأولمبية هذه من المفروض 2020-2024، وبالتالي ستكون 2021 يعني إلى غاية 2025. عبد الكريم مضوار قدم مكتبه التنفيذي الذي سيرافقه طيلة العهدة الأولمبية القادمة، وعبر عن رهانات تنتظره من أجل خدمة كرة القدم لدى النوادي المحترفة الأول ومرافقة النوادي وخاصة النوادي التي تمثل الجزائر في المنافسات الإفريقية. جرت العملية في ظروف حسنة، ومن المعروف بأنه كان مرشحا وحيدا لهذه الانتخابات بعد أن رفض ملف ترشح أحد المترشحين وهو عز الدين عرب الذي لم يستوفي الشروط حسب لجنة الترشيحات. إذن عبد الكريم مضوار رئيسا للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للعهدة الأولمبية المقبلة، ولكم من تأخذوا مقاطع من تدخله الذي ما زال يستمر إلى غاية اللحظة الزميل وليد غريبية. شكرا لك زميل بلال بناري، كنت معنا مباشرة من المركز التقني بسيدي موسى، شكرا جزيلا لك. إذن الرئيس المنتهي عهدته أو عبد الكريم مضوار إذن خلف نفسه كما أسلف بنار، خلف نفسه على رأس الرابطة المحترفة لكرة القدم في العملية في التصويت الذي جرى قبل قليل. في من جانب آخر، هنأ الناخب الوطني جمال بن ماضي المنتخب الوطني للمحليين على تتويجهم بالتاج العربي، ونشرت الفاف عبر موقعها الرسمي تهنئة بن ماضي للاعبين الذين تفوقوا على منتخبات ذات سمعة جيدة، ووجهت تحية للاعبين ذوي الخبرة الذين قدموا الإضافة المرجوة بتأطير زملائهم الشبان عن طريق منحهم عصارة تجاربهم السابقة. خالص التحية والتقدير حسب بن ماضي وجهها للطاقم الفني وعلى رأسه مجيد بوغرا، فضلا عن الأطقم الطبية الإدارية واللوجستية. في خبر آخر، أعلن رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم باتريس موتسيبي أمس في تصريحات إعلامية أن قرار تأجيل كأس أمم إفريقيا أو أن كأس أمم إفريقيا ستقام بالكاميرون وفي موعدها المحدد يوم 9 جانفي الداخل، ويجتمع اليوم الموتسيبي بمسؤولي الاتحاد الكاميروني وعلى رأسهم سامويل إيتو، فضلا عن اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف أين سيتم الإعلان مباشرة عن القرار النهائي. وعقب الاجتماع تحدث رئيس الكونفدرالية الإفريقية باتريس موتسيبي عن الموضوع مؤكدا ترسيم البطولة في موعدها المحدد. So proud and so excited about the work that has been done. علينا أن نفتخر بما تم إنجازه هنا، نريد تصدير صورة رائعة للعالم عن أمم إفريقيا. سنلتقي جميعا مرة أخرى في غضون أسابيع قليلة في الكاميرون، لا مزيد من الشكوك. سأكون هنا بالكاميرون رفقة زوجتي وأسرتي لحضور فعالية كأس أمم إفريقيا المقررة من 9 جانفي إلى 6 فبراير. إذن كأس أمم إفريقيا في طبعتها 33 ستقام رسميا بداية من 9 جانفي 2022 إلى غاية 6 فبراير بالكاميرون، بعد الجدل الذي أثير مؤخرا حول احتمالية تأجيلها. كرونولوجيا تنظيم الكان في سياق هذه الورقة لسفيان مهني. الكاف تقطع الشك باليقين وتعلن عن بدء العد التنازلي لانطلاق منافسة كأس أمم إفريقيا في نسختها 33.
جاء ذلك على لسان المسؤول الأول عن الكرة الإفريقية باتريس موتسيبي. منذ منح الكاميرون شرف تنظيم العرس الإفريقي في 2021 كانت الضبابية تسود المشهد العام بين التأجيل والترسيم. في الفترة الأخيرة انتشرت العديد من الأنباء حول إمكانية التأجيل لعدة أسباب: انتشار متحور فيروس كورونا الجديد، وخوفا من ازدياد عدد الإصابات في أوساط اللاعبين. تقدمت رابطة الأندية الأوروبية بطلب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم توضح من خلاله صعوبة إرسال اللاعبين الأفارقة للمشاركة في الكان. تقارير أخرى رجحت أن التأجيل قد يكون بسبب عدم انتهاء الكاميرون من تجهيز الملاعب وفنادق الإقامة والبنية التحتية بشكل عام. الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2017 ومستمرة حتى الآن أثارت القلق والخوف حول مصير البطولة الإفريقية التي تقام على 6 ملاعب من بينها ملعب بافوسام الذي يقع بالقرب من حدود إحدى مناطق الصراع. الحرب الأهلية والبروتوكول الصحي وضغط رابطة الأندية الأوروبية، كل هذه الأزمات لم تستسلم لها الكاميرون التي تستعد لتنظيم كأس أمم إفريقيا في ظل تجاهل الفيفا للبطولات الإفريقية. حينها سيكون الجنوب إفريقي موتسيبي أمام أول اختبار حقيقي في ولايته الأولى على رأس أعلى هيئة كروية في القارة السمراء. وفي تصريح للتلفزيون الجزائري ثمن الإعلاميان فريد أيت سعادة ويوسف تازير قرار الكاف بترسيم كأس أمم إفريقيا في موعدها، منتقدين في ذات السياق ضغوطات الأندية الأوروبية لتأجيل الموعد القاري. كل هذا الضغط هو نفاق، نفاق من الأندية الأوروبية وحتى بتواطؤ خفي من الفيفا. لماذا؟ لأن الذريعة هو أن هناك الوباء، جائحة كورونا، ولم توضح الإجراءات الصحية التي ستكون بموازاة مع هذا الحدث. لكن لماذا هؤلاء الأندية لماذا لم تتحدث عن هذا الموضوع من قبل؟ الآن هناك ضغط من بعض الأندية التي لديها لاعبين أفارقة مهمين لكي يتم تأجيل كأس إفريقيا للأمم، لكن أظن أن هذا احتقار لإفريقيا. لماذا؟ لأن كأس أمم أوروبا جرت في ظل جائحة كورونا وبعدة بلدان وبحضور الجمهور، ولكن لم يحدث أي شيء. أم هذا الأسبوع في إنجلترا في الدوري الإنجليزي 99 حالة إصابة بوباء كورونا للاعبين دوري المسلسل في أسبوع، 90 حالة في أسبوع، لكن تقرر عدم تأجيل المنافسات. لماذا تؤجل كأس إفريقيا؟ إذن هذه ذريعة واهية. هناك تنظيم الإفريقيا، كأس إفريقيا كان المفروض أن تنظم الصيف الماضي لكن بسبب كورونا تم تأجيلها إلى شهر يناير، ستجرى في شهر يناير، لأن هذه قضية مبدأ، قضية سيادة إفريقيا على منافستها. اليوم الأندية الأوروبية للأسف تريد أن تفرض منطقها وتضغط من أجل حماية مصالحها، ولكن كان على هذه الأندية أن تحترم القانون ولا تتنصل من مسؤولياتها، لأنها كانت تعرف مسبقا أن لديها لاعبين أفارقة ملزمين بالمشاركة مع منتخبات بلادهم في كأس أمم إفريقيا. لما تعاقدوا مع هؤلاء اللاعبين كانوا يدركون جيدا أن هؤلاء اللاعبين أنفسهم يغادرون في فترة ما للالتحاق بمنتخبات بلادهم، وقوانين الفيفا تحميهم، وهذه معروفة، وهذه القوانين معروفة لدى الأندية ولدى المنتخبات وحتى لدى رابطات التي تسير كرة القدم في أوروبا. فأعتقد أن الأندية الأوروبية تحاول أن تضغط من أجل حماية مصالحها، لأنها ربما تعتقد أنها ستتأثر برحيل أبرز لاعبيها للمشاركة في الكان التي تبقى حق لإفريقيا. فأعتقد أن الدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي له الحق في الحفاظ على رزنامته الدولية، لأنه في حال تأجيل الكان سيتعرض لخسارات مالية كبيرة جدا، فضلا عن يصبح يعني هيئة تفتقد للمصداقية، وهذا ما سيضر بمستقبلها ومصلحتها. الحمد لله أن المنطق احترم والكان ستقام في موعدها، ونتمنى لها كل النجاح بإذن الله.
وفي تصريح خاص به التلفزيون الجزائري كشف مسؤول الإعلام على مستوى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم صالح باي عبود عن برنامج المنتخب الوطني لكرة القدم استعدادا لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون والتي سيخوض فيها المنتخب أو سيكون فيها أشبال جمال بالماضي أمام تحدي الحفاظ على لقبهم القاري المحرز عام 2019 بمصر. شوف والله احنا كنا نتبعوا الحدث عن كثب بالنسبه لتنظيم هذه الكاس، ولكن احنا منذ مده بدينا تحضيرات يعني تاع تربص والذهاب الى دولة للمشاركه في كاس امم افريقيا. الحمد لله الامور كلها مضبوطه، التربص ان شاء الله سيبدا يوم 27 ديسمبر، يعني التنقل تاع الفريق الوطني تبدا التنقل من الجزائر العاصمه الى فرنسا باش ناخذ اللاعبين اللي ينشطوا في اوروبا، ثم نتجه الى الدوحه وتبدا الانطلاقه هنالك. فيها تدريبات، فيها معسكر يعني خاص بالتظاهر هذه، من خلاله تكون مقابلتين وديتين في اول جانفي ضد فريق غامبيا والخامس جانفي ضد فريق الغاني، ثم التنقل يوم 6 جانفي ان شاء الله الى مدينه دولة نمكث فيها حتى بدايه المنافسه، وين الفريق الجزائري يبدا المنافسه نتاعو يوم 11 جانفي ان شاء الله. حظ موفق إذن للمحاربين. لهنا مشاهدينا نصل الى ختام اخبارنا الرياضيه لهذه الصبيحه، شكرا لكم على كرم المتابعه وعوده الى زكريا. شكرا وليد. وباخبار الرياضه مشاهدينا الكرام نصل الى ختام فقرات برنامج هذا الصباح، طاب يومكم والسلام عليكم ورحمه الله.